اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. today ان شاء الله هناخد ليسون 3 اللي بعنوان البوزيشن اوف ا سيركل ويز ريسبكت تو انذر سيركل. الدرس بتاع النهارده منقسم لجزئين. اول جزء اللي هو بيجي لي في مسائل الكومبليت والتشوز اللي هو الشرط اللي بيوضح وضع سيركل ويز ريسبكت تو انذر سيركل. والجزء الثاني من الليسون هناخد كرول جديده هنضيفها لمجموعه المعلومات اللي عندنا اللي بتساعدنا في حل مسائل البروف. يلا مع بعضنا نبدأ الليسون ونتعرف ازاي نحدد وضع سيركل with respect to another circle. لما نيجي نشوف وضع سيركل بالنسبة للتانية هنفرض ان انا عندي تو سيركل، سيركل اسمها M وسيركل اسمها N، والسيركل M الراديوس بتاعها greater than ال N، يعني واحدة كبيرة والتانية صغيرة. هنعرف مع بعضنا اللاين اوف سنترز. ايه هو اللاين اوف سنترز؟ ده اللاين سيجمنت اللي بتكونكتس بتوين البوينت M والبوينت N اللي هي السنترز بتوع التو سيركلز. هنعرف ايه كمان؟ R1 ده الريديوس بتاع السيركل الكبيرة وR2 ده الريديوس بتاع السيركل الصغيرة. أول حالة لما يكون اللاين اوف سنترز جريتر ذان R1 بلس R2. في هذه الحالة بنقول إن التو سيركلز ار ديستنت، يعني إيه ديستنت؟ منفصلين، بعاد عن بعض. إزاي نعرف إن هما بعاد عن بعض أو منفصلين؟ لما هنلاقي اللينس بتاع ال MN greater than السم اوف R1 بلس R2. وفي الحالة دي الانترسكشن بتوين التو سيركلز بيبقى فاي، والانترسكشن بتاع التو سيرفاسز also فاي. احنا قلنا ان السيركل هي مجموعة البوينتس اللي على مسافات متساوية من السنتر، والسيرفاس عبارة عن البوينتس اللي بره بالاضافة للبوينتس اللي جوه. طيب الحالة التانية اللي عندنا ان التو سيركلز بنلاقيهم تاتشنج اكسترنالي، واللي بيميز الحالة دي بنلاقي اللاين اوف سنترز بيكوال بالظبط ال R1 بلس R2، وبنلاقي ان التو سيركلز بيتماسوا في نقطة اللي هي البوينت اوف تانجنت اللي هي البوينت A. وهنلاقي ان الانترسكشن بتوين التو سيركلز از A، والانترسكشن ما بين التو سيرفاسز از اولسو A. والحاجات دي طبعا بتجي لنا في الكومبريت والتشوز. الحالة التالتة اللي عندنا ان يكون التو سيركلز وان اوف ذيم انسايد ذا اذر زي دي كده. ايه الكونديشن بتاع الحاله دي؟ اعرف ازاي الحاله دي؟ عن طريق الماثيماتيكال ستيتمنت. هنلاقي ان اللاين اوف سنترز ام ان ده ليس ذان R1 ماينس R2، وده طبيعي لان السيركل ام دي الراديوس بتاعها كله R1، وناخد بالنا ان هنا في جاب، يعني هما الاثنين مش تاتشنج انترنال. يعني لو ضفنا الار 2 على الام ان مش هيوصل للار 1. يعني الار 1 عباره عن ايه؟ الار 1 هنا عباره عن الام ان بلس ال R2 بلس في عندي جاب. الفرق ده هو اللي بيأكد ان التو سيركلز وان انسايد ذا ايه؟ ذا اذر. طيب نيجي نشوف الحالة الرابعة اللي هي الحالة ان التو سيركلز بيكونوا كونسنتريك، يعني الاثنين متحدين في نفس المركز. لازم هنلاقي ايه؟ هنلاقي ال MN ايكوال 0. طبعا دي حالة الفهم بتاعها سهل، يعني لما اقول لك MN ايكوال 0 خلاص انت كده استوعبت ان السنتر M على السنتر N. طيب بالنسبه للي تشوز كومبليت ناخد بالنا من ايه؟ ان التو سيركلز مفيش بينهم انترسكشن. طيب هنفرقهم بقى ازاي عن الحاله بتاعه الديستنت؟ الديستنت برضه كان الاثنين الانترسكشن بتاعهم فاي، هنا لا بقى. هنا السيرفس بتاع السيركل ام لما بيحصل له انترسكشن مع السيرفس بتاع السيركل ان يديني السيرفس بتاع الان. يعني الحالتين دول متشابهين مع الحاله الاولى في ان الانترسكشن ما بين التو سيركلز عباره عن فاي، لكن بنفرق بقى الحالتين دول في ايه؟ ان السيرفاسز لما بيحصل لهم انترسكشن بيديني ايه؟ السيركل الصغيره. طيب نيجي نشوف الحالتين اللي بعد كده. هم كلهم ست حالات. الحالتين اللي بعد كده هناخد دي الاول، ان يكون التو سيركلز تاتشنج انترنالي، يعني الاثنين بيتماسوا من الداخل. ايه الكونديشن؟ بنلاقي ان اللاين اوف سنتر ام ان المفروض ان هو هيكوال بالظبط الار 1 ماينس ار 2. يعني لو خدنا الام ان وعملنا له اديشن مع الار 2 يديني ايه؟ يديني الار 1. ناخد بالنا ان السيركل ان لو دخلت جوه الام هيبقى الار 1 اكبر من الاثنين دول، وساعتها بنقول ان الام ان لزان ار 1 ماينس ار 2. يعني الوضعيه دي بتاعت الام ان وعلاقته بار 1 ماينس ار 2 لو هما الاثنين ايكوال يبقى تاتشنج انترنالي، والفهم بتاعها سهل. طيب
لو الام ان للزان اصغر من ار 1 ماينس ار 2 تتحول للحاله الثالثه ان هما الاثنين بيكون وان اوف ذيم انسايد ذا اذر. طيب نيجي نبص بقى على الحاله دي، انا سايبها اخر حاله لان معتمده على الشرط ده والشرط بتاع الايه التاتشنج اكسترنالي. لما يكون الدائرتين عندي انترسكتنج هيبقى ايه وضع الام ان؟ الام ان هيبقى للزان ار 1 بلس ار 2 وجريتر زان ار 1 ماينس الار 2. ناخد بالنا بقى من الكونديشن ده، في عندي دبل كونسترين هنا، وطبعا الجزئيه دي فهمها سهل. ليه لازم يكون للزان ار 1 بلس ار 2؟ لان هما عند الار 1 بلس ار 2 بالظبط بيبقوا الاثنين تاتشنج اكسترنالي، فلو الام ان قلت يبقى دخلوا في بعض. اه بس ناخد بالنا انا عايزهم يخشوا في بعض وما يوصلوش للجزئيه بتاعه تاتشنج ايه تاتشنج انترنالي، لان دي لو فضلت تخش معايا لحد التماس من جوه هتتحول للحاله دي، يبقى انا لازم انا اوقفها قبل ما تخش جوه، فبعمل ام ان جريتر ذان ار 1 ماينس ار 2. اوكي طيب نيجي نبص في الحاله دي كده، الانترسكشن عندي ما بين التو سيركلز هيديني البوينت A، ولكن الانترسكشن بتوين التو سيرفيسز هيديني كل السيركل N. طبعا كل الكونديشنز دي هتتوضح بالتفصيل في الايه في الاكسرسايزز في المسائل بتاعه التشوز والكومبليت. طيب هنا الانترسكشن ما بين التو سيركلز بيديني ايه؟ بيديني البوينت A والبوينت B. ناخد بالنا اوعى حد يقول لي دي كلها ودي كلها، لا ده الارك اللي هو البلو ده بيبلونج للسيرفس نوت للسيركل. طيب الانترسكشن بقى بالنسبه للتو سيرفيسز يديني ايه؟ يديني الشيدد بارت ده اللي هي المنطقه دي كلها. يبقى انا يهمني جدا في الست حالات دول نعرف الكونديشن بتاع وضع الام ان ويز ريسبكت تو ار 1 وار ايه وار 2. طيب نيجي نبص على السمري الجميل قوي ده، يعني انا بعتبر بصراحه ان الرسمه دي موضحه الست حالات بالتفصيل. هنيجي نشوف لما يكون اللينس بتاع الام ان بزيرو، يعني ايه الام ان بزيرو؟ يعني الدايرتين على بعض التو سيركل كونسنتريك. يبقى انا عندي الحاله دي اهي لما الام ان بزيرو الاثنين كونسنتريك. عايزكم تتخيلوا معايا بقى، يعني تخيلوا كده معايا الدايره الصغيره اللي هي الان اللي على الدايره الكبيره ابتدت تتحرك ناحيه اليمين. يعني ايه ابتدت تتحرك ناحيه اليمين؟ يعني دخلت في الزون بتاعه وان انسايد ذا اذر. هيحصل ايه للام ان؟ عمال يكبر عمال يزيد. طيب هيزيد لحد فين؟ احنا قلنا ان اول نقطه عندي اقدر اوصف فيها الام ان بالظبط اللي هي عند التاتشنج انترنالي، ان يكون الجدار بتاع الان مس الجدار بتاع الام. في الحاله دي الام ان ايكوال كام؟ ار 1 ماينس ار 2. وقلت لكم احنا هنا هنضيف الام ان على الراديوس الصغير يديني الراديوس الكبير. طيب ابتدت السيركل ان تخيل كده ماشيه ناحيه اليمين وابتدت تخرج بقى. اول ما تبتدي تخرج تخش في المرحله بتاعه الانترسكتنج. مرحله الانترسكتنج دي تفضل ماشيه لحد التاتشنج اكسترنالي. التاتشنج اكسترنالي بيحصل عندها ايه؟ بنلاقي عندها ان الام ان بالظبط بيكوال ار 1 بلس ار 2. طيب في المنطقه دي كلها دي منطقه الانترسكشن، بنلاقي ان الام ان جريتر ذان ار 1 ماينس ار 2 وليس ذان ار 1 بلس ار 2. طيب كبرت معايا الام ان بقى عن الار 1 بلس ار 2 طبيعي، يبقى هما الاثنين اصبحوا ايه ديستانت، يعني بعدوا عن بعض. فالرسمه دي بصراحه جميله جدا وملخصه فعلا الست حالات. اوكي طيب لو حبينا نمثل بقى الكلام ده عن طريق انترفلز نمثله ازاي؟ لما يكون التو سيركلز ديستانت الام ان بتبلونجس لايه؟ للمنطقه دي. طب المنطقه دي هل ينفع تساويها؟ لا ما ينفعش تساويها، لانها لو سويتها هتخش في الحاله بتاعه التاتشنج اكسترنالي. يبقى لازم الام ان تكون جريتر ذان ار 1 بلس ار 2. طب جريتر لحد فين؟ لحد الانفينيتي، دي هتروح في الشرق ودي هتروح في الغرب. يبقى الام ان عندي بتبلونجس لانهي انترفال؟ اللي هي الانترفال دي اللي هي ار 1 بلس ار 2 اوبن والايه والانفينيتي. انا يهمني جدا تتخيلوا وضع الدايرتين عشان تفهم الجزئيه دي. تخيل وضع الدايرتين وتخيل ان هما بادئين من ناحيه ان هما كونسنتريك، والصغيره عماله تخرج من الكبيره، وهي عماله تخرج اقعد انت بقى ادرس الام ان عامل ازاي.
طيب الحاله اللي فيها الام ان الاثنين انترسكتنج، الكونديشن هي بلونجست لانهي انترفال ما بين هنا وما بين هنا، ولازم دي اوبن ولازم دي اوبن، يبقى الانترفال اللي هي R1 minus R2 عندها open و R1 plus R2 وعندها برضو open. طيب نيجي للحالة الثالثة اللي هي one of them inside the other، ايه وضع الـ MN belongs to any interval؟ لازم يكون ما بين الـ 0 والـ 0 open. الله، طب ولو خد 0 closed؟ لو خد 0 closed تبقى concentric. طيب ولو خد R1 minus R2، لو خد R1 minus R2 يبقى touching internally، يبقى لازم في اللقطة دي يكون الاثنين ايه؟ الاثنين اوبن. برضو الريمارك دي مهمة جدا، لو ايه؟ لو استوعبتوها كويس يبقى انتوا فهمتوا الجزئية دي. الجزئية دي كلها مسألة هتيجي تشوز وكمبليت. تعالوا مع بعضينا نشوف اكزامبل 1 ونشوف ازاي هنطبق على الجزئية دي. الاكزامبل بيقول لي if the radius length of the circle M equal 5 والradius length of the circle N equal 3، يعني عندي R1 ب 5 و R2 ب 3. Determine the position of each of them with respect to the other in each of the following cases. ومديني مجموعة قيم من الام ان وبيقول لي في كل وضع من دول ايه وضع الدايرتين بالنسبة لبعض. احل المسألة دي ازاي؟ في الأول لازم أحدد القيم الثابتة اللي الانترفلز بيكون ما بينها، اللي هم مين؟ أنا عندي الزيرو، أنا عارف إن هي ايه؟ كونسنتريك. وعارف ايه كمان؟ عارف ان عند ال R1 minus ال R2 هما الاثنين touching internally. ايه كمان؟ عارف ان عند ال R1 plus R2 هما الاثنين touching externally. تمام كده؟ يبقى النقط دي لازم احددها. R1 minus R2 بكام؟ هيبقى 5 minus 3 تديني 2، هنا يبقى عندي 2. طيب R1 plus R2، R1 plus R2 تديني 8، يبقى هنا كده 8. يبقى أنا إيه هي الانترفلز اللي عندي؟ عندي الانترفل دي وعندي الانترفل دي وعندي الانترفل دي. الانترفل دي هما الاثنين هيكونوا إيه؟ one of them inside the other، ودي intersecting، ودي لو الـ MN في الحتة دي تبقى distant. يبقى سهل عليا دلوقتي احل المجموعه دي. هنا الام ان لما تكون ب 2 يبقى انا في اللقطه دي، يبقى هنا عند ال 1 ال 1 هيجي لي هنا. طيب الام ان ب 8 8 يبقى انا هنا دي الكيس 2. الام ان عندي ب 0 دي الحاله الثالثه تبقى هنا. طيب الام ان ب 10 يبقى في المنطقه دي، يبقى هنا 4. طيب الام ان ب 1 يبقى هنا، يبقى هنا 5. طيب الام ان لما تكون ب 5 يبقى هي ما بين ال 2 وال 8، يبقى واقعه في المنطقه دي، يبقى الحاله دي اللي هي هتاخد ايه؟ الكيس نمبر 6. يبقى السمري ده لما بعمله في بدايه اي مساله بيسهل عليا النوعيه دي من المسائل تماما. طيب نعمل ايه دلوقتي؟ نكتب الحل ازاي؟ هنا ات ام ان ايكوال تو ات ام ان ايكوال تو، نبدا حلنا ازاي؟ نقول كده سينس ان الام ان ايكوالز R1 minus R2، يبقى على طول زين الـ 2 circles are touching internally. الحالة اللي بعديها الـ MN بـ 8، 8 MN equal 8، هنلاقي ايه؟ هنقول كده since ان الـ MN equal R1 plus R2، يبقى then the two circles are touching externally. اوكي؟ طيب لما ال MN ب 0 at MN equal 0 هنقول ايه؟ هنقول since ان ال MN equal 0 then the two circles or concentric. طيب هنا mn equal 10 يبقى at mn equal 10 since في المنطقه دي كده بقى since ان ال mn greater than r1 plus r2 يبقى then the two circles are distant. الحاله اللي بعديها ان الـ MN equal 1 هنكتبها ازاي؟ at
ام ان ايكوال 1. في الحاله دي احنا شايفين ان الام ان ليس ذان ار 1 ماينس الار 2، يبقى ذان السيركل ان is inside السيركل ام. واللي بعديها لما الام ان ب 5 ات ام ان ايكوال 5 سنتيمتر، طبعا كل سنتيمتر هنقول كده سينس ان الام ان جريتر ذان ار 1 ماينس ار 2 وليس ذان ار 1 بلس ار 2، يبقى ذان التو سيركلز ار انترسكتنج. دي طريقه الحل بتبقى بتاعت المساله، بقول سينس الكونديشن ايه يبقى وضع التو سيركلز ايه. يلا نشوف مع بعضينا مساله التراي. هنعمل نفس الكلام اللي عملناه المساله اللي فاتت. انا عندي هنا الزيرو اللي هي الكونسنتريك، طيب فين ار 1 ماينس ار 2 وفين ار 1 بلس ار 2؟ ار 1 ماينس ار 2 بيقول لي عندي تو سيركلز الراديوس بتاعهم 4 و9، يبقى ار 1 ماينس ار 2 9 ماينس 4 يديني 5. هنا في 5 كده عند اللقطه دي تاتشنج انترنالي. طيب وار 1 بلس ار 2 9 بلس 4 يديني كام؟ يديني 13 عند اللقطه دي تاتشنج اكسترنالي. وتبقى الانترفلز اللي عندي اللقطه دي كده واللقطه دي كده واللقطه دي كده، هنا ديستانت، هنا انترسكتنج، هنا وان انسايد ذا اذر. يلا نحل، بيقول لي اذا تو سيركلز ام وان ار تاتشنج اكسترنالي، يبقى في الحته دي كده، يبقى الام ان ايكوال كام؟ ايكوال 13 سنتيمتر. طيب التو سيركلز ام وان ار تاتشنج انترنالي، انترنالي يبقى المفروض ار 1 ماينس ار 2 يبقى 5، يبقى الام ان ايكوال كام؟ 5 سنتيمتر. طيب التو سيركلز ام وان انترسكتنج، انترسكتنج في المنطقه دي الانترفال دي عباره عن ايه؟ جريتر ذان 5 ليس ذان 13 والاثنين اوبن، يبقى الام ان بتبلونجز للايه؟ للانترفال اللي هي 5 وكام؟ و13. طيب هنا كونسنتريك طبعا دي سهله بزيرو، ديستانت جريتر ذان 13 ليس ذان انفينيتي. طيب ولو الاثنين one of them inside the other يبقى ال m n هتبلونجز للانترفال اللي هي من اول الزيرو لحد الايه؟ لحد الفايف. نيجي نشوف الجزء الثاني من الليسون اللي هي المعلومات الجديده اللي هتساعدنا في البروف. عندي التو كرولاريز مهمين جدا. اول واحده بتتكلم عن السيركلز اللي هم تاتشنج انترنال واكسترنالي، والكرولاري الثانيه بتتكلم عن التو انترسكتنج سيركل. اول كورولاري بتقول لي ايه؟ the line of centers of two touching circles اللي هو الام ان ماله؟ passes through the point of tangency and is perpendicular to the common tangent at this point. يعني اللاين اوف سنتر اهو ام ان ماله؟ بيمر عندي بالبوينت اوف tangency اللي هي البوينت ايه؟ اللي هي البوينت بتاعت التماس بتاعت التو سيركلز، وايه كمان؟ وبربنديكولار على الكومون تانجنت. دي مهمه قوي. وبالنسبه للبروف هنقول سنس ان السيركل ام انترسكشن السيركل ان ايكوال ايه، يعني في البوينت ايه، يبقى على طول زين الام ان بربنديكولار اوفر الام، يعني الميجر اوف انجل ايه ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجريز. طيب الكورولر الثانيه بتقول لي ايه؟ بتقول لي اللاين اوف سنترز اوف تو المره دي بقى انترسكتنج سيركلز ماله؟ is perpendicular to the common chord and bisects it. طيب ادي التو سيركلز اللي معمولهم انترسكشن. الام ان ده ماله بقى؟ ده بيربنديكولار اون الكومن كورد اي بي، وايه كمان؟ وبايسكتس. طبعا التو كرولرز دول بيجوا برضو في الكومبليت يبقى لازم احفظهم. هما الاثنين بيبداوا اللاين اوف سنترز اوف تو، اول واحده تاتشنج سيركلز وهنا انترسكتنج سيركلز. وبالنسبه للكيس دي هنلاقي في الاكسرسايزز مسائل كتير عليها. نيجي نشوف اكزامبل 2. ان ذا اوبوزيت فيجر ام اند ان ار تو انترسكتنج سيركلز ات اي و بي، او زي ما انتم شايفين كده في انترسكشن عند الاي والاي والبي، وبيقول الانترسكشن بتاع الاي بي والام ان في بوينت عندي اسمها سي، ومديني الام اي ايكوال 6 ده كده 6 سنتيمتر، ومديني الان اي ايكوال 8، والام ان عندي ايكوال 10 ده كله بكام؟ ب 10. عايز اللينس اوف اي بي، عايز اي بي كله. طيب انا في ملحوظه مهمه جدا، في بعض النمبرز لما اجي اشوفها لازم اربط ما بينها وما بين حاجه ثانيه، يعني 3 و4
و5 وال6 وال8 وال10 وال5 وال12 وال13. لما بشوف المجموعة دي من النمبرز لازم أعرف إن دول عبارة عن سايدز لإيه؟ لرايت أنجل تراينجل. يعني لما ألاقي ال 6 8 10 لازم أربط دول على طول بفيثاغورس وأقول إن الإم إن هايبوتنيوز في الإيه في التراينجل ده. طيب هو عايز إيه هنا؟ عايز اللينس أوف إيه بي، عايز كل ده. طب إحنا واخدين من شوية إن اللاين أوف سنتر المفروض إن هو بيبايسكت الكورد. يعني وكان بيربنديكولار عليه، يعني دي كده بيربنديكولار وده إيكوال ده. يعني لو جبت الإي سي بس يبقى انا هقول تايمز 2 يبقى انا جبت الايه الاي بي كلها. يبقى انا المهمه بتاعتي ان انا اجيب اي سي. طب اجيب اي سي ازاي؟ الاي سي عندي موجود جوه الترينجل ده وده انا حاسبه ان هو رايت، وده عندي المفروض ان الام ان بيربنديكولار اوفر الاي بي يبقى دي كمان رايت. يبقى التشكيله المشهوره بتاعت اكليدس ان المفروض ان ده تايمز ده ايكوال ده تايمز ده. يبقى ابدا المساله دي ازاي؟ اقول كده ان ترينجل ام اي ان ماله سنس ان الام ان سكويرد ايكوال 10 سكويرد ايكوال 100 وايه كمان والاي ام او الام اي سكويرد ايكوال 6 سكويرد ايكوال 36 والاي ان سكويرد ايكوال 8 سكويرد ايكوال 64 سنس ان الام سكويرد ام ان سكويرد equal ma squared plus na squared. يبقى زين على طول الميجر of angle man equal كام؟ equal 90 degrees. يبقى انا كده ثبتت ان دي كده ايه؟ ان دي 90. ايه كمان؟ since ان ال mn intersecting ال ab at c نقول كده since ان ال mn intersecting ال AB equal البوينت اللي هي C يبقى زين على طول ال MN perpendicular ال A ال AB. يبقى دي كمان كده ايه perpendicular. ومش كده وبس، and ال AC equal ال CB. طيب الفورميشن بقى بتاع الرايت انجل تراينجل ده اللي فيه الانجل دي رايت وده كده بيربنديكولار على الهايبوتنيوز، ده بنلاحظ فيه ايه؟ بنلاحظ ان الليج دي تايمز الليج دي بيكوال الهايبوتنيوز تايمز الاي سي. يبقى ان تراينجل ام اي ان ده فيه ايه؟ الام اي تايمز الان اي هي ايكوالز معايا الاي سي تايمز الام ان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال 6 تايمز ال 8 ايكوال ال 10 تايمز الايه؟ الاي سي. يبقى زين الاي سي هي ايكوال ده تايمز ده ديفايد 10 يعني 4.8 سنتيمتر. يبقى الاي بي كله بكام بقى؟ الاي بي ايكوال توايس الاي سي ويتش از 4.8 تايمز 2 اللي هو 9.6 سنتيمتر. تعالوا مع بعضنا نراجع على نظرية مهمة جدا اللي هي Euclides Theory. كان فيها مجموعة من الكرولاريز المهمة قوي اللي احنا هنستعملها في الدرس ده، عشان كده عايزين بس نراجعها لان احنا بنكون مركزين قوي على فيثاغورس وبننسى تماما Euclides Theory، مع العلم ان هي بتبقى مفاتيح مهمة لحل مسائل كتير. طيب Euclides Theory كانت بتعمل ايه؟ كانت بتجيب لي علاقة ما بين الالتيتيود والايه والهايبوتنيوز وما بين الالتيتيود والتو ليجز. اهم العلاقات دي ان الليج A تايمز الليج B ان ال A تايمز ال B هت equals الالتيتيود H تايمز ال A الهايبوتنيوس C. يعني عندي A تايمز ال B equal H تايمز ال C، ودي استعملناها في الايه في الاكزامبل اللي فات. ناخد بالنا ان ال H ده is an altitude مش median. الميديان بيجي من هنا بيروح للميد بوينت، لكن ده جاي من هنا نازل هنا بربنديكولر. طالما نازل بربنديكولر يبقى اسمه altitude. الفورميشن ده بوجه عام او الشكل ده بوجه عام ناخد بالنا منه قوي، اللي هو عباره عن رايت انجل تراينجل كبير ونازل من هنا هايت بيعمل لي هنا تو رايت انجل تراينجلز اولسو. بتلاقي ان الشكل ده فيه 3 تراينجلز الكبير والاثنين الصغيرين، وبعد كده هنعرف ان الثلاثه دول مع بعضهم بيكونوا ايه؟ بيكونوا سيميلر. طيب ايه تاني غير العلاقه دي؟ العلاقه الثانيه المهمه ان الاتش سكويرد equal ال x times ال y، يعني الجزء ده من الهايبوتنيوز تايمز الجزء ده من الهايبوتنيوز.
ايه العلاقة التانية المهمة؟ العلاقة التانية بتربط السايد ايه مع البروجيكشن بتاعه والهايبوتنيوز كله، بتربطه عن طريق ايه؟ بنقول ان الاي سكويرد ايكوال الاكس تايمز السي. يعني ايه البروجيكشن؟ البروجيكشن بتاع السايد ايه اوفر الهايبوتنيوز، يعني البوينت دي لما تيجي تسقط او تنزل على الهايبوتنيوز هتنزل فين؟ بس لازم تنزل بيربنديكولار، هتنزل عند البوينت دي. يعني ده كله لما ينزل هنا يديني بس السكشن اكس ده. يعني الاي سكويرد ايكوال البروجيكشن بتاعه تايمز السي. طب والبي سكويرد ايكوال البروجيكشن بتاعه، فين البروجيكشن بتاع السايد بي؟ السكشن ده اللي هو واي، لان البوينت دي نازله هنا بيربنديكولار. يبقى البي سكويرد ايكوال واي تايمز السي كلها. اوكي، اللي انا عايزه منكم في الجزئيه دي ان انتوا تفتكروا الاربع علاقات دول، ودايما يبقوا حاضرين في دماغكم وانتوا بتحلوا المساله، وبالذات لو لاحظتوا ان المساله فيها الفورميشن ده. اول ما تلاقي الشكل ده كده جوه مساله، خلي اقليد السيوريم والكورولرز بتاعتها موجودين معاك عشان هتحتاجهم، مفيش فيها فصال. تعالوا مع بعضينا نشوف اكزامبل 3 بيقول لي ايه. بيقول لي في الاوبوزيت فيجر بيديني ام و ان ار 2 سيركلز تاتشينج اكسترنالي ات اي، and the straight line L is a common tangent to them at E. نفهم ايه من الجزئية دي؟ نفهم على طول ان ده كده perpendicular. اللي هو مين؟ اللي هو ال line of centers MN لازم يكون perpendicular over ال A ال common tangent. بيقول لي ال A دي is a diameter of the circle M، ده diameter هنا، وبيقول لي ال A B 6 centimeters، دي كده 6 centimeters، وبيقول لي ال MN also، ال MN كلها also 6، ومديني البي سي الحته دي كده 3.6 سنتيمتر. طالب ايه؟ بيقول لي بروف ان الاي سي دي دي رايت، وبيقول لي هات لي اللينس اوف الاي ان. عشان اجيب طبعا اللينس اوف الاي ان لازم اجيب الايه؟ الاي ام. وعشان اجيب الاي ام لازم اجيب السايد ده كله واعمل ديفايد تو، اطلع الاي ام واعمل لها سبتراكشن من الام ان تديني الاي ان. طيب نبداها واحده واحده. اول حاجه طالب ايه؟ بروف ان الاي سي دي 90. دي ملهاش غير ايه؟ ان انا اعمل انفرس لفيثاغورس، يعني اجيب ده واجيب ده واجيب ده، ولاقي ان ده سكويرد ايكوال ده سكويرد بلس ده سكويرد، خلاص يبقى ايه؟ الانفرس بتاع النظريه بيقول لي ان دي كده رايت. ايه كمان؟ ايه تاني عندي ممكن اعمله؟ لما نيجي نبص الفورميشن ده قريب من الفورميشن اللي فوق، لو دي رايت اقدر اطبق الريليشن ما بين السايدز وبعضها. طب خلاص، طب ما اشوف انفرس للسايدز دي وبعضها. يعني مثلا لو عندي طول ده وعندي طول ده وطول ده، ولقيت ان ده سكويرد ايكوال ده تايمز ده، يبقى انا كده قدرت اوصل للفورميشن بتاع اقليدس، يبقى فعلا دي رايت. طيب نيجي نبص نلاقي ان ده مجهول وده مجهول. طب نيجي نخش على السايد ده، طب ده ده سكويرد ايكوال ده تايمز ده. طب ده سكويرد عندي وده موجود، طب هل البي دي كله موجود؟ لو البي دي كله موجود ولقيت ان ده سكويرد ايكوال ده تايمز ده، يبقى لازم الفورميشن ده يكون اقليدس فورميشن، اللي هو ده رايت وهنا ايه؟ رايت. لكن نيجي نبص برضه مش موجود، ده مش موجود كله. طب نيجي نبص على الناحيه الثانيه برضه مش موجود. يبقى الفور كرولرز بتوع اقليدس ولا واحده منهم موجوده السايدز بتاعتهم، بحيث ان انا اعمل انفرس للايه؟ للثيوري دي. طب والحل هنعمل ايه؟ عايزكم بقى تركزوا معايا، عشان المطلوب ده بالذات ملوش غير حل واحد بس، اللي هو ايه؟ لازم نوصل السي بالام. طيب انا لما اوصل السي بالام هستفاد ايه؟ لازم اوصل لانفرس الثيوري فيها ان الانجل دي تكون رايت. لما نيجي ناخد بالنا بقى لما اوصل ده، هنلاقي ان السايد ده قد السايد ده قد السايد ده. طب ده ما يفكرناش بحاجه؟ انا لما يكون عندي تريانجل وعندي لاين سيجمنت خارجه من الفيرتكس رايحه للميد بوينت، ده بيكون ايه؟ بيكون ميديان. طب ايه المشكله ميديان؟ ما انا عندي اي تريانجل بيتحقق فيه الكلام ده. لكن في سبيشال تريانجل بيتحقق فيه فقط ان الميديان بيكون هاف الاوبوزيت سايد. ده مين هو التريانجل ده؟ ده الرايت انجل تريانجل. وفي الحاله دي بنقول ان اللاين سيجمنت ده خارج من الايه؟ من الانجل الرايت. يبقى الحل الوحيد في المساله دي علشان اثبت ان الانجل دي 90، لازم اعمل الكونستراكشن ده. وبعد كده هقول since ان السي ام از ا لاين سيجمنت كونكتس الفيرتكس ويز ذا ميد بوينت اوف ذا اوبوزيت سايد، سو الانجل سي از رايت. اوكي، يلا نبدا الحل، نعمل الكونستراكشن. درو سي ام. اوكي، وبعد كده هقول بقى ان تريانجل اللي هو اي سي دي
ماله الترينجل ده؟ هنقول كده since CM is a line segment connects the vertex with the midpoint of the opposite side, يبقى على طول زين ال CM is median. اوكي؟ و since بقى ان ال CM equal half ال AD, في الحالة دي ممكن أقول then ال measure of angle ACD equal 90 degrees. اوكي؟ طيب لما ثبت بقى ان دي 90 كده, نبص بقى كده على الفورميشن, على المنظر ده, شايفين رايت انجل ترينجل كبير, وادي عندي الاي الهايت اللي هو اي سي, يبقى على طول نفتكر الكورولاريز بتاعت اقليدس. طيب هو عايز هنا الاي ان, عشان اجيب الاي ان لازم اجيب اي ام, عشان اجيب اي ام لازم اجيب السايد كله, يبقى انا بدور على الاي دي. طب احنا نجيب الاول سي دي, اجيبه ازاي؟ انا عندي الاي بي سكويرد, هنقول كده ان ترينجل اي بي دي, ان ترينجل اي بي دي, ماله الاي بي دي؟ هنقول كده سينس ان الميجر اوف انجل اي ايكوال 90 ديجريز, ومش اي وبس, لازم اقول برضو, وسينس الميجر اوف انجل اي سي دي equal 90 degrees. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاي بي سكويرد زين الاي بي سكويرد هي ايكوال البي سي تايمز مين؟ البي دي كله. تمام؟ يعني ال 6 سكويرد ايكوال 3.6 تايمز مين؟ البي دي. يعني البي دي هي ايكوال 6 سكويرد ديفايد 3.6 اللي هي 36 divided 3.6 which is 10 centimeters. كده احنا جبنا ال بي دي كله بكام؟ ب 10. وانا عندي الفيموس تريانجل 6 8 10, يعني معنى كده ان الاي دي ب 10. نكتبها ازاي؟ نقول كده ان تريانجل اي بي دي سينس ان الميجر اوف انجل اي ايكوال 90 degrees, يبقى زين الحته بقى اللي هي السايد ده اللي هو الاي دي, الاي دي سكويرد او الاي دي بس ايكوال سكوير روت الهايبوتنيوس سكوير اللي هو ال 100 ماينس ال 36 اللي هي روت ال 64 which is ال 8 سنتيمترز. يبقى انا كده خلاص جت ده كله 8. نكمل بقى زين اي ام ايكوال هاف الاي دي ايكوال 4 سنتيمترز, يبقى الاي ان ايكوال كام؟ زين الاي ان ايكوال الام ان minus ال AM اللي هي ال 6 minus ال 4 which is 2 centimeters. مسألة جميلة جدا, يا ريت نحاول نفهمها ونشوف كل خطوة عملناها ازاي, عشان أي مسألة بنحلها وبنفهمها بتدينا إضافة وبتدينا قوة إن احنا نحل المسائل اللي زيها أو الأصعب منها كمان. نيجي نشوف مسألة التراي بيقول لي إيه؟ بيقول لي الـ M والـ N are two intersecting circles at A و B. زي ما أنتم شايفين المرة دي بقى مش touching externally, في عندي انترسكشن, بيحصل لهم انترسكشن فين؟ في كومون كورد اللي هو ادي البوينت بي وادي البوينت اي, ادي الاي بي اللي هو الكومون كورد. بيقول لي ان الاكس ميد بوينت للكورد سي دي, وبيقول لي كمان ان الدي سي عامل انجل 60, وعندي الواي اف تاتشز الاي السيركل ام, طالب مني الميجر اوف انجل زد ان اكس, زد ان اكس الانجل دي, وعايزنا نبروف ان الواي اف بارلل الاي بي. طبعا سهله, ليه؟ انا عندي الاي بي ده كومون كورد, واحنا عرفنا ان الكومون كورد ده بيربنديكولار اوفر ايه؟ اوفر اللاين اوف سنترز. يبقى انا كده ثبتت ان دي كده ايه؟ دي كده رايت. ده الليسون اللي احنا فيه. طيب ومن ليسون 1 احنا خدنا ان اللاين سيجمنت اللي هي بتكونكت السنتر مع الميد بوينت بتاعه الكورد لازم تكون برضو ايه؟ بيربنديكولار. يبقى انا عندي الكوادريلاترال ده, عندي دي وعندي دي وعندي دي, يبقى دي كام؟ 360 ماينس ايه؟ ماينس التوتال, يبقى انا جبت دي. طيب ايه تاني؟ نجيب ازاي ده بارلل ده؟
انا عندي دي بيربنديكولار، يبقى دي برضو كده اهو بيربنديكولار صح ولا يبقى دي رايت؟ طب وده عندي بيتاتش السيركل، يبقى لازم يكون التانجنت بيربنديكولار على الدايمتر. نبص على التو انجلز دول، الاثنين المفروض ان هم سبلمنتري وات ذا سيم سايد من الترانسفيرسال اللي هو زد اف، يبقى على طول واي اف باراليل الايه؟ الاي بي. يلا مع بعضنا نكتب الكلام ده، هنقول كده سينس السيركل ام انترسكشن السيركل ان ايكوال اي وبي، يعني السيركل دي اللي هي الام انترسكشن الان في التو بوينتس دول، يبقى زين الام ان اللي هو اللاين اوف سنترز ده لازم يكون بيربنديكولار اوفر الايه؟ الاي بي. يبقى زين الميجر اوف انجل هنا ان زد اي، ان زد اي ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجريز. ايه تاني؟ سينس ان الاكس از ميد بوينت، ميد بوينت اوف الدي سي او السي دي، يبقى على طول زين الان اكس ده لازم يكون بيربنديكولار اوفر الدي سي، يعني المفروض هنقول ان الميجر اوف انجل ان اكس سي زين الميجر اوف انجل ان اكس سي ايكوال كام؟ ايكوال 90 ديجريز. يبقى في الكوادريلاترال بقى اللي هو زد ان اكس اي، يبقى ان زد ان اكس اي ماله ده؟ الميجر اوف انجل اللي احنا عايزينها بقى اللي هي زد ان اكس، زد ان اكس هي ايكوال 360 ماينس 90 بلس 90 بلس 60 اللي هي هتديني 120 ديجريز. كده احنا جبنا اول مطلوب. تاني مطلوب هنقول كده سينس ان الواي اف انترسكتد السيركل ام ات البوينت اللي اسمها اف، يبقى زين الميجر اوف انجل ام اف واي، ام اف واي ايكوال كام؟ 90 ديجريز. وسنس بقى عندي ان الميجر اوف انجل ام اف واي بلس الميجر اوف انجل ام زد اي ايكوال 180 ديجريز، ان زي ار at the same side from the transversal اللي هو مين؟ ZF. يبقى هنقول ان ال YF parallel AB، يبقى زين YF parallel مين؟ الكورد AB. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على فيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضنا نحل الاكسرسايز اللي على الليسون. اول حاجة بيقول لي if the surface of the circle M، ناخد بالنا بيقول لي surface يعني السيركل بكل النقط اللي جواها، intersection the surface of the circle N equal 5، يعني السيرفس ده والسيرفس ده مفيش بينهم اي نقط مشتركة، يبقى ده معناه ان التو سيركلز ار ايه؟ واضح ان هما distant، بعاد عن بعض خالص، يبقى r distant. اللي بعد كده if the surface of the circle M intersection the surface of the circle N equal A just one point، يعني two circles the intersection for one point، يبقى لازم يكونوا ايه؟ لازم يكونوا touching externally، يبقى then the two circles M و N are touching externally. طيب يلا اللي بعد كده if the surface of the circle M intersection the surface of the circle N equal the surface of the circle N، يعني الاثنين لما حصل لهم intersection اداني ال N كلها، ده معنى ايه؟ زين التو سيركلز M و N R المفروض ال N جوه ال M. طب الله، هو بيقول لي ايه وايه؟ ليه بيقول لي ايه وايه؟ لان لما تكون ال N جوه ال M ليها وضعين، يا اما فعلا ال N كلها جوه ال M، يا اما بتمسها من جوه،
يعني بتلمسها من الايه؟ من السايد بتاعها من جوه. يبقى ار 1 انسايد ذا اذر or touching internally. يلا اللي بعد كده بيقول لي السيركل ام، ناخد بالنا بقى، بيقول لي السيركل ما بيقولش السيرفس. يبقى احنا هنتكلم بس على مجموعه البوينت اللي احنا عارفينهم من زمان اللي بنسميهم السيركل، اللي هم الاوتر بوينت اللي بيكونوا لي السيركمفرنس بتاع السيركل. ها اف ذا سيركل ام انترسكشن السيركل ان ايكوال فاي، الاثنين فاي، زين السيركلز ام وان ار ايه وايه؟ طيب هي ديستانت، منطقيه جدا الاثنين مش متقاطعين يبقى ديستانت. امال ايه الثانيه دي؟ ناخد بالنا لو في واحده جوه الثانيه، لو الان جوه الام برضو السيركمفرنس بتاع الان مش هيتقاطع مع السيركمفرنس بتاع الام، يبقى الاثنين هنا هيكونوا ايه؟ يا اما ديستانت or one inside the ايه؟ one inside the other. انا يهمني نفهم مش نكتب، المهم الفهم. اللي بعد كده يقول لي if the circle m intersection circle n equal a، يبقى two circles are a و a، يعني two circumference بيحصل لهم intersection في نقطة، يبقى ممكن يكونوا ايه؟ يا اما touching externally يا touching internally. وممكن لو الان جوه الام هيحصل تماس من الداخل، يبقى ار تاتشنج اكسترنالي اور انترنالي. اوكي يلا، ذا سنترز لاين اوف ذا تو انترسكتنج سيركلز از بيربنديكولار تو ايه؟ ده يعتبر الهيد لاين بتاع الدرس بتاعنا، بيربنديكولار تو الكومن كورد. طيب هو لما بيكون بيربنديكولار عليه بيعمل فيه حاجه ثانيه؟ اه بيبايسكت ات، اند بايسكتس ات، وبيقسمه لي حتتين قد بعض بالظبط. طيب السنتر لاينز اوف تو تاتشنج سيركلز، بيقول لي تاتشنج از بيربنديكولار تو ايه؟ هيكون بيربنديكولار على مين؟ على الكومون تانجنت، يبقى تو ذا كومون تانجنت. اللي بعديها the axis of symmetry of the two circles M and N that are intersecting at A and B is A. أنا عندي two circles عايز أجيب لهم the axis of symmetry، يعني اللاين اللي أعمل لهم folding عليه أطبقهم عليه، وهما الاثنين معمول لهم intersection في A و B. هل هيبقى ال common chord A و B ولا line of centers M N؟ طبعا M N، يعني لو عندي اثنين كده معمول لهم intersection الكومن كورد ممكن تكون واحده صغيره وواحده كبيره، لكن مين اللاين اللي حاضمه ان هو هيقسمهم قد بعض بالظبط اللي هو الايه الهوريزونتال لاين ده، يبقى از الام ان ستريت لاين. يلا هنا اف ام وان ار تو سنترز اوف تو سيركلز اوف رادياي ار 1 وار 2 هوير ام ان اللاين اوف سنترز هم جريتر ذان ار 1 بلس ار 2، يبقى الاثنين مالهم؟ ده اللاين اللي بيكونكت التو سيركلز اكبر من الصم بتاع التو رادياي، يبقى لازم يكونوا هما الاثنين ديستانت اور ديستانت. اللي بعديها نفس الكلام، الكونديشن عندي ام ان جريتر ذان ار 1 ماينس ار 2، ار 1 ماينس ار 2 اللي هو الكونديشن بتاع تاتشنج انترنالي، وهنا الكونديشن بتاع ان هي ديستانت، يبقى التو سيركلز على الوضع ده بيكونوا ايه؟ انترسكتنج. اللي بعد كده if the sum of lengths of the two radii of the two circles equals قد بالظبط the distance between the two centers. طبعا دي حاله ادراكها سهل جدا ان هما الاثنين يكونوا ايه؟ touching externally. exercise 2 it chooses the correct answer from those given. بيقول لي M و N are two circles touching internally. The radii lengths are 3 centimeters و 5. يبقى ال M N بكام؟ كنا قلنا في شرح الليسون إن أهم جزئية نتخيل السمري بتاع وضع التو سيركلز.
السيركلز في الاول بيكونوا كونسنتريك، يعني الام ان بزيرو، تبتدي الان تخرج من الام، كل ما تتحرك خلاص هي دخلت في المجال بتاع ان هما الاثنين one inside the other. مين اول نقطه بقدر احددها بيرفكتلي؟ اللي هي ار1 ماينس ار2 اللي عندها التو سيركلز تاتشنج انترنالي، اوكي دي اول نقطه. بعد كده بيبقوا انترسيكتنج. النقطه اللي بعد كده المهمه بالنسبه لي ار1 بلس ار2 اللي هما تاتشنج اكسترنالي. هو هنا بيقول لي الاثنين دول تاتشنج انترنالي، يبقى الكونديشن كان عباره عن ايه؟ كان الام ان equals R1 minus R2. عندي واحد ب 5 والتاني ب 3، يبقى الـ MN بكام؟ ب 2. هنا الـ MN R2 circles touching externally، طالما externally يبقى الـ MN على طول equals R1 plus R2. أنا عايز السمري يكون في دماغكم. طيب عندي circle ب 4 والتانية ب 2، يبقى عندي الصم بتاعهم is 6. اللي بعد كده M و N two circles الرادياي بتاعهم 9 و 4 وبيقول لي ال ام ان ب 5، يبقى التو سيركلز مالهم؟ طب ناخد بالنا، انا عندي ال ار 1 ماينس ال ار 2 وال ار 1 بلس ال ار 2، ار 1 ماينس ار 2 عملت 5، ار 1 بلس ار 2 عامله 13. دي الباوندرز بتاعتي او النقط اللي انا بحددها اكزاكتلي اللي بقدر عن طريقها اشوف وضع الدايرتين ايه. طب هو مديني ال ام ان ب 5 وانا عندي ال 5 عند ال ار 1 ماينس ار 2، يبقى واضح ان هم تاتشنج انترنالي. اللي بعديها مديني ال 2 راديوي 8 و 3 على طول واحنا مغمضين كده، ار 1 ماينس ار 2 وار 1 بلس ار 2، دي كده 5 ودي كده 11. نفوجئ ان 11 دي هو اصلا مديهاني. طب ده وضعيه ايه؟ تاتشنج اكسترنالي، يبقى تاتشنج اكسترنالي. اللي بعديها ال 2 راديوي 4 و 3، يبقى انا عندي ار 1 ماينس ار 2 1، 4 ماينس 3 ب 1، ار 1 بلس الار 2 يديني 7. نفوجئ ان الام ان ب 9، يعني في المنطقه دي، المنطقه دي اللي ايه؟ الديستنت، خلاص ده بعده عن بعض اصلا، يبقى هنا ديستنت. اللي بعديها التو راديوي 6 و 3، ار 1 ماينس ار 2، 6 ماينس 3 يديني 3، ار 1 بلس ار 2، 6 بلس 3 يديني كام؟ يديني 9. الام ان عندي ب 2 يعني في المنطقه دي، طب هي دي كان في ايه؟ كان الاثنين جوه بعض، واحده جوه الثانيه، يبقى 1 انسايد ذا اذر. يبقى two circles M و N R one is inside the other. يلا اللي بعديها بيقول لي radius length of a circle M 3 والتانية ب 5 وال M N ب 6، نعمل كده R1 minus R2 5 و 3 الديفرنس بينهم 2 و R1 plus R2 الصم بتاعهم is 8. بيقول لي ال M N ب 6 يعني between ال 2 وال 8، الحتة دي بيكون ايه وضع ال 2 circles؟ الاتنين بيكونوا intersecting. اللي بعديها الام والان تو انترسيكتنج، بيقول لي انترسيكتنج بقى هو موضح لي، وبيقول لي عندي الرادياي بتاعتي 3 و 5، يبقى الار 1 ماينس ار 2 وار 1 بلس ار 2، هنا يديني 2 5 ماينس 3 وهنا يديني 8، ويبقى كل المنطقه دي كده الانترفال بتاعت وضعيه الانترسيكتنج. طيب بتوين ايه وايه؟ هيبقى 2 اند ها بيقول لي انترسيكتنج، يبقى لازم 2 8 والاثنين لازم يكونوا اوبن، عشان مش هينفع اخد ال2 ما ينفعش اخد ال8، يبقى ايه التشويس بي. اللي بعد كده تو سيركلز ام و ان ويز راديوي 8 و 5 ار تاتشنج وين ام ان بيلونجز تو ايه؟ اولا نعمل كده ار 1 ماينس ار 2 ار 1 بلس ار 2، هنا 3 والصم بتاعهم از 13. امتى بيحصل له تاتشنج؟ لما يكون ار 1 ماينس ار 2 ب 3 او 13، يعني ما ينفعش اخد انترفال خالص، يعني عند اكزاكت لوكيشنز اللي هم مين بقى؟ اللي هم ال 13 وال 3. اللي بعد كده بيقول لي ام وان ار 2 انترسيكتنج سيركلز ات اي وبي، يبقى متخيلين كده الكورد الاي بي، زين ذا اكسس اوف سيمتري اوف الاي بي از ايه؟ واضح جدا انه هيبقى اللاين اوف سنترز ام ان. طيب نختار اللاين سيجمنت ولا الستريت لاين؟ لا طبعا نختار الستريت لاين، لان هو اصلا اسمه اللاين اوف اكسس اوف سيمتري. نيجي اللي بعد كده if the radius length of the circle M equals the radius length of the circle N equals MN، يبقى two circles are ايه؟ هو اولا ال R1 minus ال R2 هنا هيبقى equals equals 0، ده minus ده ب 0. طب وال R1 plus ال R2 هيبقى twice the radius، يعني مثلا ممكن نقول 2 times ال R1 او 2 times ال R2 اللي هي equal 2 times MN، يبقى معنى كده ان ال MN موجودة في الانترفال دي،
واحنا قلنا ان الانترفال دي بتميز الايه التو انترسكتنج سيركلز. اللي بعديها لو التو سيركلز تاتشنج انترنالي، تاتشنج انترنالي ليها كونديشن اللي هي mn equal r1 minus r2، وبيقول لي the radius length of one of them is 3 والام ان ب 8، يبقى radius length بتاع الثانيه ايه؟ احنا عارفين هنا في الحاله دي mn equal r1 minus r2، يبقى ال 8 equals r1 minus كام؟ minus 3، يبقى ال r1 بكام؟ ب 8 plus 3 اللي هي 11. يلا اللي بعد كده m وn two touching circles. touching ما قاليش بقى internally ولا externally، وارد يكون ده ويكون ده. ال mn ب 6 radius length of the greater، دي مهمه، الجريتر عندي ب 10 يبقى الراديوس لينس اوف السمولر از ايه؟ هما الاثنين تاتشنج. لما يكونوا الاثنين تاتشنج ناخد بالنا والجريتر عندي ب 10 يبقى دول تاتشنج انترنالي ولا اكسترنالي؟ لو اكسترنالي مش هينفع ابدا يكون الام ان ليس ذان واحد منهم، يبقى واضح جدا ان هما تاتشنج انترنالي. يعني الام ان ايكوالز ار 1 ماينس الار 2، يعني ال 6 عندي ايكوال الكبيره ب 10 ماينس الار 2، يبقى الار 2 بكام؟ الار 2 ب 4. اللي بعديها M و N و L are three circles touching externally 2 by 2. The radii are 5, 6 and 4. Then the perimeter of the triangle M and L equal كام؟ هما كلهم touching externally، كل اتنين قدام بعض، يبقى واضح ان ال 5 هتبقى مع ال 6 مرة وال 6 مع ال 4 مرة وال 4 مع ال 5 مرة، يبقى البرامتر عندي هي equal ايه؟ هي equal 11 plus 10 بلس الايه؟ بلس ال 9 which is ايه؟ which is 30. اللي بعديها if the two circles m و n are touching externally، خلاص يبقى انا عندي ال m n equals r1 plus r2، radius length of the circle m is 4 وال m n ب 7، سهله جدا، يبقى الثانيه بكام؟ الثانيه ب 3، يبقى ال n ب 3، هو عايز ال circumference of the circle n، طب انا عندي الثانيه بكام؟ قلنا 3 سنتيمترز، يبقى 2 باي تايمز 3 اللي هي 2 باي r اللي هي 6 باي. اللي بعديها a circle M of radius length 4 touches a circle N internally، هما الاثنين touching internally، وال MN ب 7 هما الاثنين touching internally، يعني لازم ال MN equal radius بتاع الكبيرة minus radius بتاع الصغيرة، يبقى زين ال circumference of the circle M to circumference of circle N، يبقى ال N أولا بكام radius بتاعها؟ radius بتاعها لازم يكون A minus 4 يديني 7 اللي هي 11، يبقى انا عندي واحده ب 4 وواحده ب 11، هو عايز الريشيو ما بين ايه وايه؟ ما بين الام والان اللي هي ال 4 وال 11، يبقى التشويس دي. اكسرسايز 3 بيقول ان each of the following figures the circles are touching 2 by 2. Use the information of each figure to complete. هنحلها كده اوريدي. هنا عايز الميجر اوف انجل بي ام ان، بي ام ان اللي هي الانجل دي. هنكمل السايد ده اللي هو المفروض ان هو الام ان راي. الام ان راي ذا لاين اوف سنترز بيعمل ايه مع التانجنت؟ مع الكومون تانجنت بيعمل انجل رايت. يبقى دي كده 90 ودي 40 ودي كام؟ 50. هنا عايز الميجر اوف انجل اي ام ان اللي هي دي كده، هنكمل ده كده، عايزين انجل دي. الام ان ذا لاين اوف سنترز، الام ان راي لازم يمر بالايه؟ بالبوينت اوف تانجنسي ويعمل عندها انجل ايه؟ 90. طيب ده بالنسبه للسيركل ام، ده عندي كورد وده لاين سيجمنت بيكونكت السنتر مع الميد بوينت بتاعت الكورد، يبقى لازم يكون برضه بيربنديكولر، يبقى ده كواد، كل الكواد من جوه كام؟ 360، الاثنين دول 180، يبقى الاثنين دول 180، يبقى دي كام؟ 110. اللي بعد كده عايز الميجر اوف انجل ام دي ان، ام دي ان، طيب ناخد بالنا ده لما يكون 1 يبقى ده 1، ده لما يكون 3 يبقى ده 3 الحته دي، وده كده 2، يبقى انا عندي السايد ده 5 والسايد ده 4 والسايد ده 3 عن طريق الكونفرس بتاع فيثاغورس الفيموس تريانجل ده، يخلي ان الانجل دي ايه؟ الانجل دي رايت، يبقى 90 ديجريز. نيجي نشوف المساله الجميله دي، نبص بعينينا شايفين ايه؟ شايفين تو سيركلز، سيركل اسمها ام وسيركل اسمها ان، والاثنين تاتشنج ايه؟ تاتشنج انترنالي، وطالما تاتشنج انترنالي احنا عارفين الكونديشن اللي هو ايه؟ اللاين اوف سنترز ام ان ايكوالز ار 1 ماينس ار 2، الكبيره ماينس الصغيره.
طب فين هو الراديوس بتاع الكبيرة اللي هو الام بي كله؟ طب متكون من ايه؟ من ام سي بلس بي سي، يعني الام ان اللي هي دي اللي هي الفايف، يبقى الفايف عندي ايكوالز الام سي بلس البي سي ماينس مين؟ ماينس ار 2. طب مين عندي هنا الراديوس ار 2؟ اللي هو الان سي، يعني الفايف عندي هتيكوال الام سي عندي ب 3 بلس البي سي ده احنا عايزينه ماينس مين؟ الان سي. نودي ده هنا يبقى ايه؟ يبقى عندي 2 هي ايكوالز البي سي ماينس الان سي. يبقى انا كده لازم ادور على الان سي. طب لما نيجي نبص على الان سي ده، ده راديوس، ماله الراديوس ده؟ واصل بالبوينت اوف تانجنسي بتاعت الايه؟ الام بي. الام بي ده يعتبر تانجنت للسيركل الصغيره، تمام؟ يبقى لازم يكون ده كده ايه؟ رايت. لازم تكون الانجل دي رايت. يبقى الترانجل ده، ده 5 وده 3، يبقى ده هيطلع كام؟ هيطلع 4. ده سكويرد ماينس ده سكويرد، ناخد لها الروت، يبقى الان سي ب 4. يبقى ال 2 عندي هتيكوال البي سي ماينس ال 4، يعني البي سي هيكوال كام؟ 6 سنتي ايه؟ سنتيمتر. نيجي اللي بعدها، عايز ام بي، عايز ده كله، وعايز ان سي، وعايز ده كله. ناخد بالنا ان الام بي تانجنت لمين؟ للسيركل الصغيره، يبقى دي كده رايت. ايه كمان؟ الان سي تانجنت للكبيره، يبقى دي كمان رايت. طب ده 5، هل عندي الام ان؟ اه عندي، لان ده كده 5، يبقى الحته دي كده 5، السيجمنت دي 5، والسيجمنت دي لما يكون ده 8 يبقى دي زيها ايه؟ زيها 8. يبقى السايد ده كله كام؟ 13. يبقى لما يكون عندي سايد 5 وسايد 13 التالت بيبقى كام؟ احنا قلنا في عندي فيماس تريانجلز 5 12 13، يبقى الام بي بكام؟ ب 12. طبعا هنحلها ازاي؟ هنقول كده الام بي هي ايكوالز الروت بتاع ده سكويرد اللي هي 169 ماينس ده سكويرد اللي هي 25 هي ايكوالز روت 144 اللي هو كام؟ 12 سنتيمتر. الناحيه الثانيه نفس الكلام، 13 و 8، يعني ال ان سي هي ايكوالز معانا السكوير روت 169 ماينس كام؟ ده كده ال 8 اللي هي 64 اللي هي هتيكوالز روت 100 اند ايه؟ اند 5. وطبعا دي يعتبر سمبلست فورم للروت ده، يبقى هنا روت 100 اند ايه؟ اند 5. اللي بعد كده عايز البي سي، طيب نجيبها ازاي دي؟ اوعى حد فيكم يقول هنقول 5 بلس ال 8، لا الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده مع اللاين اوف سنترز بس. هي دي ال 5 اهي، ودي زيها كده 8، دي مالهاش علاقه خالص بالموضوع. طب هنعمل ايه؟ ازاي اجيب البي سي دي؟ نبص على الكونستراكشن ده، لو عملت ده كده يبقى انا قسمتها ريكتانجل، قدرت احصر السايد ده في السايد ده. يبقى لو دي 5 يبقى الحته دي السكشن ده كام؟ 5. يبقى انا عندي دي كلها كده كام؟ 5 و 8 13. طيب يبقى الحته الصغنونه دي كام؟ 3. يبقى انا عندي 3 و 13، يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن السكوير روت 13 سكويرد ماينس كام؟ ماينس 3 سكويرد اللي هي السكوير روت 169 ماينس كام؟ ماينس 9 اللي هي روت 160. 160 اللي هي جواها ال 16 تايمز ال 10. 16 بقى روت اديني 4، يبقى 4 يبقى جوه ايه؟ يبقى جوه 10. يلا اللي بعد كده. In each of the following ال M وال N two intersecting circles at A و B complete. عايز ال A B. احنا عارفين ان الكومن كورد المفروض بيبقى بيربنديكولار ايه؟ على اللاين اوف سنترز، يعني دي كده رايت ودي كده رايت. طب دي رايت ودي 30، يبقى اللي قدام ال 30 هاف الهايبوتنيوز. طب وانا عندي الام ايه اصلا؟ ده راديوس، والام بي راديوس زيه، يبقى دي كده كام؟ 10. يبقى اللي قدام الانجل 30 هاف الهايبوتنيوز، يبقى دي كده 5، ودي ب 5 زيها 5 5 يديني 10. اللي بعد كده عايز الفاليو بتاعت ال L. طيب ادي الكومن كورد بيربنديكولار على اللاين اوف سنتر، يبقى دي كده كام؟ رايت. والراديوس ده بيربنديكولار على مين؟ على الكورد ده. ليه؟ عشان هو جاي لي في الميد بوينت، يبقى دي كده برضو رايت. والكوادريلاترال ده كله المفروض ان هو كام؟ 360. يبقى الانجل دي هتيكوال 360 ماينس دي بلس دي بلس دي، يعني المفروض الاثنين دول 180، يعني ال 3L ماينس ال 8
بلس ال 52 ايكوالز 180، يعني ال 3L هت ايكوالز 180 ماينس 52 ماينس ال 8 تديني 44، يبقى هنا ماينس 44، يعني ال 3L هت ايكوالز معانا هنا ال 6 136، يعني ال L هي ايكوالز 136 ديفايدد 3 اللي هي 16 ديفايدد 3 ديني 4 اند وي هاف 1، 16 ديفايدد 3 اللي هي 5 ويبقى معايا 1 اوفر ايه 1 اوفر 3 ديجريز. بروبلم 5 بيقول لي في الاوبزيت فيجر M and N are two circles touching at A. يبقى على طول نترجم ان ال MN هيكوال الراديوس ده بلس الراديوس ده. وبيقول لي الديستانس بتوين زير سنترز MN ايكوال 12، كل دي 12 وال N دي ب 7 ودي كده ب 7. عايز ايه؟ عايز ال M ايه؟ عايز الحته دي. طبعا سهله جدا جدا، هنقول كده سينس ان التو سيركلز are touching at A يبقى زين ال MN equal MA plus NA، يبقى ال MN equals MA plus NA، وانا عندي NA هي هي NB، و since ان NB equal NA يبقى زين ال MN equal MA plus NB، يعني ال 12 هت equal MA بلس ان بي عندي ب 7، يبقى على طول زين ال ام اي ايكوال 12 ماينس ال 7 which is 5 سنتيمتر. اللي بعديها بيقول لي في الاوبزيت فيجر ام اند ان ار تو سيركلز ويز راديوي لينس 10 و 6، يعني كل دي كده 10 ودي كده 6 ريسبكتيفلي اند زي ار تاتشنج انترنالي. تاتشنج انترنالي ما ننساش ان ال MN line of centers هيكوال الراديوس الكبير ماينس الراديوس الصغير. هو هنا بيقول لي ان ال AB ده common tangent، common tangent يبقى عامل هنا ايه؟ عامل angle right. ايه كمان؟ وبيقول لي ال area، من دي ال area بتاعت الترينجل اللي هو BMN، BMN الترينجل ده ال area بتاعته 24، عايز ال length of AB. سهلة، لان ال area بتاعت الترينجل يكوال half the base times the height، ال height اللي هو ال AB، والبيز عندي ام ان انا ممكن اجيبه، يبقى انا ممكن اجيب ده على طول. هنحلها ازاي؟ هنقول كده سينس ان السيركل ام ان السيركل ان اور تاتشنج انترنالي يبقى على طول زين الام ان هت equals 10 minus 6 which is 4 centimeters. طيب ال area بتاعت triangle equal A وال area of triangle BMN equal half times ال MN times ال height AB، ال height طبعا جاي من بره، يبقى ال AB هي equal A، يبقى زين ال AB اللي هو عايزه بقى ال AB هاي ايكوالز، ودي دول الناحيه الثانيه، يبقى 2 تايمز الاريا عندي اللي هي 24 ديفايدد مين؟ ديفايدد الام ان اللي احنا جايبينه بكام؟ جايبينه ب 4، يبقى هتيكوال معانا ده يديني 1 ده يديني 6 تايم 6 اللي هي 12 سنتيمتر. بروبلم 7 بيقول لي في الاوبزيت فيجر ام اند ان ار تو انترسكتنج سيركلز ات اي وبي، ادي الان وادي الان وادي الانترسكشن اللي ما بينهم، طبعا الكورد اي بي ده الكورد اوف انترسكشن. يقول لي السي بتبلونجس للايه؟ للبي اي ده، والدي بتبلونجس للسيركل ان، مديني الانجل دي 125 ودي 55. يقول لي بروف ان السي دي استانجنت للسيركل ان، او بمعنى اخر بروف ان الانجل دي ايه؟ الانجل دي رايت. طب انا عندي التو انجلز دول معروفين، وعندي اللاين اوف سنترز بيربنديكولار على الايه؟ على الكومون كورد، يبقى دي كده ايه؟ 90. طيب نيجي نجيب الانجل دي، هنقول 360 ماينس دي بلس دي بلس دي تطلع معانا 90، يبقى احنا كده اثبتنا ان السي دي تانجنت للايه؟ للسيركل ان. نبدا الحل بتاعنا ازاي؟ هنقول كده سينس سيركل ان انترسكشن السيركل ام ايكوالز ايه؟ الاي والبي اللي هما النقطتين دول، ايه
وبي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الكومون كورد بيربنديكولار اوفر اللاين اوف سنترز ام ايه ام ان. يبقى زين الميجر اوف انجل اي اي ان اي اي ان ايكوال 90 ديجريز. يبقى ده كده المفروض ان هو ايه؟ المفروض ان هو 90. بعد كده في الفيجر بقى اللي هو اي ان دي سي او سي اي ان دي هيبقى ان سي اي ان دي. الميجر اوف انجل سي دي ان هي ايكوالز ايه؟ 360 ماينس ال 90 بلس ال 55 بلس 125 اللي هو هي ايكوالز معاه 90 ايه؟ 90 ديجريز. يبقى هنقول بقى سينس ان السي دي ستريت لاين انترسكتد الان دي في البوينت اللي هي دي والميجر اوف انجل دي ايكوال 90 ديجري، يبقى على طول السي دي از اتانجنت تو السيركل ان ادي. نيجي اللي بعديها، مديني ام وان تو انترسكتنج سيركلز ات اي وبي، يبقى طبعا الاي بي بيربنديكولار على الام ان، ودي واخدين واحده زيها بالظبط في الشرح. مديني دي 40 وبيقول لي عايز الميجر اوف انجل سي ام اي. سي ام اي هنا الان واصله بالميد بوينت بتاعت الكورد، يبقى كده دي ايه؟ دي كده رايت، وعندي دي ودي برده رايت، يبقى اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب دي. نكتبها ازاي؟ وكده سينس السيركل ام انترسكشن السيركل ان ايكوالز اي وبي، يعني معمول لهم انترسكشن في التو بوينتس دول. يبقى زين الكومون كورد اي بي بيربنديكولار اوفر الام ان، يبقى زين الميجر اوف انجل اي اي ام اللي هي دي كده اي اي ام ايكوال 90 دي. وسينس ان السي is a midpoint of the xy، يبقى زين ال MC perpendicular over ال A ال xy، يعني ال measure of angle M XCM equals 90 degrees. يبقى سهل دلوقتي اجيب ال measure of angle CME، يبقى إن دي سي ام اي الميجر اوف انجل سي ام اي هي ايكوالز 360 ماينس 90 بلس 90 بلس ال 40 اللي هو هيديني 148 ديجريز. المطلوب الثاني يقول لي بروف ان الاف زد بارلل لمين؟ للاي بي. انا عندي دي رايت وهو بيقول لي ان الاف زد تانجنت، يبقى سينس ان الاف Z is a tangent to circle N. يبقى زين the measure of angle ZFE equal 90 degrees. يبقى دي كده 90. هنقول بقى since ان الانجل دي بلس الانجل دي equal 180 and they are from the same side من الترانسفيرسال FE، يبقى زين ZF parallel mean AD. هنقول كده since ان الميجر اوف انجل ZFE بلس الميجر اوف انجل اللي هي التانية دي اللي هي AEN AEN equals 180 degrees and they are from the same side of the transversal اللي هو ايه الترانسفيرسال اللي هو بيقطع ما بين التو لاينز دول اللي هو مثلا اف اي. يبقى زين الاف زد ستريت لاين هيبقى بارلل للاي بي لاين.
نيجي نشوف بروبلم 9، مديني تو انترسكتنج سيركلز ومديني الاي بي كومن كورد ومديني اللاين ال ده بارلل للاي بي. المطلوب ان احنا نثبت ان السي اي ايكوال اف دي، يعني السي اي الحته دي كده ايكوال اف دي الحته دي كده. المساله تعتبر سهله مش صعبه. المفروض ان عندي الكومن كورد بيربنديكولار اوفر الام ان، يبقى الانجل دي رايت، وسنس ان اللاين ال بارلل للاي بي يبقى الانجل دي ايكوال الانجل دي، الاثنين كورسبوندنج. طيب دي بقى اصبحت ايه؟ اصبحت رايت. نبص بقى على الكورد اللي اسمه سي دي، في عندي ان اكس بيربنديكولار عليه، يبقى لازم يكون جاي له فين؟ في الميد بوينت. طالما في الميد بوينت يبقى دي كلها قد دي كلها. طيب بالنسبه بقى للسيركل الثانيه الصغيره، الكورد اللي هو اي اف، الام اكس بيربنديكولار عليه، يبقى الحته دي كده قد الحته دي كده. هنعمل سبتراكشن للايكويشن دي من الايكويشن دي، هنلاقي ان الجزء ده قد الجزء ده. يلا نكتب البروف. سينس ان السيركل ام انترسكتنج السيركل ان ايكوالز اي وبي، يبقى زين الاي بي بيربنديكولار اوفر الام ان، وسينس ان اللاين ال بارلل مع الاي بي، يبقى زين المفروض كده ان اللاين ال از بيربنديكولار اوفر الام ان. نيجي نشوف بقى السيركل الكبيره والكورد بتاعها الكبير. ان سيركل ان هنقول كده سينس ان الان اكس بيربنديكولار اوفر السي دي، يبقى زين السي اكس ايكوالز اكس دي. دي كده واحد. وبالنسبه للسيركل اللي اسمها ام، الكورد بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الاي اف، نقول سينس ان الام اكس بربنديكولار اوفر الاي اف اللي هو ده، ده معناه ان الاي اكس ايكوال اكس اف. دي كده 2، هقول سبتراكت 2 فروم 1، يبقى زين سي اكس ماينس الاي اكس هي ايكوال اكس دي ماينس اكس اف. ده يديني على طول ان السي اي ايكوال اف دي، يبقى زين السي اي ايكوالز اف دي. نيجي اللي بعديها. تو congruent سيركلز ام و ان ار انترسكتنج ات اي و بي، بيقول لي الام اي ب 10 والاي بي كله ب 12، عايز اللينس اوف ام ان. هقول كده سنس ان السيركل ام و ان انترسكتنج في اي و بي، يبقى الاي بي بيربنديكولار على ام ان. ودي دايما بنبدا بيها في معظم المسائل دي، يبقى سنس السيركل ان انترسكتنج السيركل ام ات اي و بي، يبقى زين الاي بي بيربنديكولار اوفر الام اي ام ان. يبقى دي كده ايه؟ دي كده عندي رايت. ومش كده وبس، والمفروض كمان ان الام ان بايسكتس الاي بي، يبقى زين الاي سي هي ايكوالز معانا 12 ديفايدد 2 which is 6 سنتيمترز. طيب دي كده 6 في الترينجل اي سي ام، سينس measure of angle C equal 90 degrees، يبقى ال MC هي equals the square root ده squared minus ده squared اللي هي 100 minus 36 اللي هي root 64 which is 8 centimeters. يبقى زين على طول ال MN equals 8 times 2 which is 16 centimeters. problem 11 بيقول لي M و N are two intersecting circles A و B، ومديني الـ MA بـ 12 والـ NA بـ 9 ومديني الـ MN دي كلها بكام؟ بـ 15 دي كلها. عايز الـ length of AB. المسألة طبعًا لما بتجيلي وبيكون فيها تريانجل معروف الـ 3 sides بتوعه، نحاول نشوف العلاقة ما بينهم وبين بعض. في الغالب بيبقى right angled. يبقى هنقول كده إن
تريانجل اللي هو ان اي ام، ماله التريانجل ده؟ سينس ان الاي ام سكويرد ايكوال 12 سكويرد ايكوال 144، وعندي الاي ان سكويرد بي ايكوال 9 سكويرد اللي هي 81، وعندي الام ان سكويرد ايكوال 15 سكويرد which is 255. ملاحظين ايه؟ ملاحظين ان ال 144 لما اجي اضيفها على 81 يديني 255، يعني سينس ان الام ان سكويرد ايكوال الاي ام سكويرد بلس الاي ان سكويرد، يبقى زين ترينجل ان اي ام از رايت انجلد. ات انجل اي. تمام، يبقى انا كده ثبتت ان دي كده ايه؟ دي كده رايت. وسنس ان التو سيركلز انترسكتد في ايه وبي، وسنس ان السيركل ان انترسكتد السيركل ام ات اي وبي، ده معناه زين الام ان بيربنديكولار اوفر الاي بي and الاي سي ايكوال السي دي، يبقى الانجل دي برضو ايه والانجل دي رايت. ده الفورميشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه بتاع اقليدس، بنلاقي تريانجل في ايه الرايت الاساسيه ونازل منها بيربنديكولار على السايد اللي قدام. طيب هنا هنقول ايه؟ هنقول ان الاي سي بقى الاي سي تايمز ام ان ايكوال اي ام تايمز اي ان، يبقى ان تريانجل اللي هو ام اي ان هنا ال AC times ال MN ده هي equals ال AM times ال AN، ونكتب كده بين قوسين اقليدس، يبقى ال AC هت equals معانا AM times AN divided MN اللي هي 12 times 9 divided الـ A الـ 15 اللي هي هتيكوال معانا 7.2 سنتيمتر. زي ما جبنا مين؟ جبنا الـ A الـ AC، يبقى الـ AB كله توايس الـ A الـ 7.2، يبقى زين الـ AB هيبقى 7.2 times 2 اللي هي 14.4 سنتيمتر. نيجي نشوف اللي بعدها. مديني في الـ opposite figure دايرتين متقاطعين، بيقول لي بروف ان الميجر اوف انجل سي اي دي سي اي دي بي ايكوالز سي بي دي. لما نيجي نحل المساله دي، البدايه بتاعتنا المعروفه ان الاي بي المفروض ان هو بيربنديكولار اوفر الايه الام ان، يعني سينس سيركل ان انترسكتد السيركل ام ات اي وبي، يبقى زين الاي بي perpendicular over الام ايه الام ان، يعني ده كده رايت. ومش كده وبس، وقلنا ان الام ان بايسكتس الاي بي، اند الام ان بايسكتس الايه الاي بي، ام ان بايسكتس اي بي، يبقى زين الام ان از ذا لاين اوف اكسس اوف سيمتري of الاي بي. واحنا كنا واخدين في بريب 2 ان اي نقطه موجوده على اللاين اوف اكسس اوف سيمتري بتبقى على مسافات متساويه من الاند بوينتس بتاعت اللاين سيجمنت، يعني البوينت سي دي المفروض ان هي على مسافه متساويه ما بين الاي وما بين الايه البي، يعني الاي سي ايكوال الايه البي سي، يبقى زين الاي سي على طول ايكوالز الايه البي سي. يعني انا بستند ان الام ان لاين اوف اكسس اوف سيمتري، وبالتالي اي نقطه واقع عليه على مسافات متساويه من الاند بوينت بتاعت اللاين سيجمنت، يبقى دي كده قد ايه؟ دي كده. وهنعمل نفس الكلام مع البوينت دي، اند الدي اي ايكوالز دي بي، لان برضو الدي موجوده على اللاين اوف اكسس اوف سيمتري، يبقى دي كده قد دي ايه قد دي كده. نيجي نبص بقى على تو ترانجلز دول، الترانجل ده كده اهو
والتريانجل ده كده. الاثنين دول مالهم؟ في سايد ايكوال سايد، والسايد ده ايكوال السايد ده، والسايد ده كومون ايه؟ كومون سايد. يبقى بيتحقق عليهم الايه؟ الكيس بتاعت الكونجرونس اللي هي ايه؟ سايد سايد سايد. وهنستنتج من الكونجرونس ان الايه؟ ان الانجل دي ايكوالز الانجل دي. يبقى ان تو تريانجلز اي سي دي والبي سي دي مالهم؟ سينس ان الدي سي is common side وال AC equals BC وال DA equals DB يبقى then triangle ACD is congruent to the triangle BCD يبقى على طول then the measure of angle CAD equals the measure of angle CBD. Problem 13 بيقول لي ال M وال N two intersecting circles وال CD diameter وال CX tangent يبقى دي كده على طول right لأنه diameter مع tangent. وبيقول لي ال two circles intersecting عند ال A وال B، وبيقول لي برضو ال CX اللي هو ده بي انترسكت الاي بي ات اي. بيقول لي بروف ان الميجر اوف انجل دي ام ان، دي ام ان اللي هي الانجل دي ايكوالز سي اي بي، سي اي بي ايكوال الانجل دي. انا عندي الانجل دي رايت وعندي الاي بي بيربنديكولار على الام ان، يبقى دي برضو كده ايه؟ يبقى دي كده برضو رايت. نبص على الكواد ده، المفروض الاتي دي ودي 180 يبقى دي ودي 180. طب انا عندي دي ودي برضو 180، يبقى السنس ان دي ودي 180 ودي ودي 180 ودي كومون، يبقى الانجل دي ايكوال الانجل ايه؟ الانجل دي. مساله سهله مش صعبه. هنبدا المساله ازاي؟ سنس السيركل ان انترسكتد السيركل ام ات اي وبي، يبقى زين الام ان بيربنديكولار اوفر الاي بي اند بايسكتس ات، بس احنا مش محتاجين البايسكشن دلوقتي. يبقى then the measure of angle AFM equals 90 degrees. طيب و since ان CX tangent to a circle M، يبقى then the measure of angle MCE equals 90 degrees. طيب الشكل عندي اللي هو ECMF ده quadrilateral، و since ان ال ECMF is a quadrilateral يبقى then CEF plus CMF CMF هت equal 360 minus 90 plus 90 which is 180 degrees. دي كده 1. و since ان ال measure of angle اللي هي بقى NMD او DMN plus ال measure of angle برضو اللي هي CMF equals 180 degrees، يبقى from 1 و 2 و since ان الانجل اللي هي CMF is common يبقى على طول المطلوب بتاعنا then the measure of angle DMN equals the measure of angle CED. المسألة اللي بعديها بيقول لي M و N two congruent circles الاتنين زي بعض بالظبط touching externally at A. السيركل N رسمنا الراديوس N B وعمل انجل هنا ايه؟ عمل انجل 60. ناخد بالنا بقى من الحتة دي، لما بيجي لي كده ترانجل مرسوم جوه سيركل وعندي السايد ده ايكوال السايد ده، يبقى ده ايزوسلس.
طب ايزوسلس وفي انجل 60، يبقى دي كمان 60 ودي كمان ايه 60. اللقطه دي ناخد بالنا منها عشان بتفتح حاجات كتير في المساله. بيقول لي ايه؟ بروف ذات ان الام بي، الام بي تاتشز السيركل ان ات بي، يعني بروف ان دي ايه دي رايت. طب انا عندي التو سيركلز كونجرونت، يعني الاثنين زي بعض بالظبط، يعني الان ايه ايكوال الام، يعني دي قد دي قد دي، ودي لما تكون 60 و120، واحنا قلنا ان ده ايكوالاترال، يعني ده قد ده قد ده، يعني ده ايزوسلس، يبقى دي كام؟ يبقى دي 30 ودي برضو ايه 30، يبقى دي كده ايه ثبتناها اللي هي 90 ان ترينجل اي ان بي. سنس ان الان اي ايكوالز ان بي، يبقى زين الميجر اوف انجل ان اي بي هت ايكوالز الميجر اوف انجل ان بي اي هت ايكوالز 180 ماينس 60 ديفايدد 2 which is 60 degrees. يبقى زين ترينجل اي ان بي، عندي دي 60 ودي 60 is ان equilateral triangle. يعني ال ان اي equals ان بي equals اي بي. طيب ال two circles congruent، و since ان السيركل ان congruent للسيركل ام، يبقى على طول زين ال ام اي equal ان اي، واحنا عندنا الميجر اوف انجل بي اي ام هت ايكوالز 180 ماينس 60 اللي هي 120 ديجريز. نخش بقى على التراينجل بي اي ام، ان تراينجل بي اي ام ماله؟ سينس ان الام اي ايكوالز بي اي، يبقى زين الميجر اوف انجل اي ام بي هت ايكوالز الميجر اوف انجل اي بي ام هت ايكوالز 180 ماينس ال 120 ديفايدد 2 اللي هي 30 ايه 30 ديجريز. يبقى الميجر اوف انجل اي بي ام، نكمل هنا بقى زين ميجر اوف انجل ان بي ام هت ايكوالز معانا ال 60 بلس الايه ال 30 which is 90 degrees. يبقى زين على طول ال ام بي touches ال ايه ال سيركل ان ات بي. بروبلم 15 بيقول لي التو سيركلز ار تاتشنج انترنالي ات اي، وبيقول لي الاريا بتاع الشيدد بارت 550 سنتيمتر سكويرز، والام 1 ام 2 بيديني ب 7، عايز السم اوف تو لينسز اوفر راديوي. طيب هو لما يقول لي الاثنين تاتشنج انترنال، يبقى الام 1 ام 2 الديستنس اللي هي ام 1 ام 2 هتيكوالز ايه؟ هتيكوالز ار 1 الكبيره ماينس ار 2 اللي هي الصغيره. يعني هنقول كده سينس ان التو سيركلز ار تاتشنج انترنالي، ده معناه ان ال M1 M2 اللي هو ال line of centers هيكوال معايا ال R1 minus R A R2، يعني ال R1 minus ال R2 هيكوالز معانا كام؟ 7 سنتيمتر. طيب هو مديني الاريا بتاعت ال shaded part، الاريا بتيجي ازاي؟ تيجي من الاريا بتاعت الكبيرة minus الاريا بتاعت الصغيرة. في الحالة دي هنلاقي ان ال R1 minus R2 هتظهر معانا في ضمن الايكويشنز وهنعوض عنهم ب 7، يعني ال 500 اند ايه اند 50 دي هت ايكوالز ايه الاريا بتاعت الكبيره اللي هي الباي ار 1 سكويرد ماينس الاريا بتاعت الصغيره الباي ار 2 سكويرد اللي هي هت ايكوالز معانا باي، وعندي هنا ار 1 سكويرد ماينس ار 2 سكويرد. طيب ار 1 سكويرد ماينس ار 2 سكويرد ده ديفرنس بين تو سكويرز، يعني هت ايكوالز معانا باي، وهنا ار1 ماينس ار2 تايمز ار1 بلس مين ار2. طب الار1
ماينس R2 عندي ب7، يبقى ساعتها هقدر اجيب R1 بلس R2، يبقى انا عندي 550 هت ايكوالز باي تايمز ال7 تايمز R1 بلس R2، يعني ال R1 بلس R2 هي ايكوالز 550 ديفايدد باي، وعندي هنا برضو ايه، هنا عندي 7، الباي دي لو هي 22 اوفر 7 يبقى 7 فوق، يبقى اكنها 550 ديفايدد 22 ديفايدد 11 هيدينا 50 ديفايدد 2 اللي هي 25 سنتيمتر. وهو اللي طالبه السم اوف ايه اوف تو لينسز بتاعت الرادياي، يبقى زين ذا سم اوف تو رادياي is 25 سنتيمتر. طيب يلا المساله اللي بعديها، بيقول لي عندي اي بي ب 3 سنتيمتر، عندي لاين سيجمنت اي بي 3 سنتيمتر، عندي سيركل از درون such that its center is the point A اهي، and passes through the point B، يعني جينا عند الاي عملنا سيركل ومرت بالاي بالبي، وكذلك عندي another circle is drawn such that الB is center وبتباس through الاي. طب هو عايز ايه؟ الاثنين حصل لهم تاتشنج في سي ودي، بيقول لي عايز الميجر اوف انجل اي سي بي، اي سي بي، وبعد كده اللينس بتاع الكومون كورد سي دي. طيب ناخد بالنا من حاجه مهمه، هو انا لما ارسم السنتر بتاعي عند ايه وتمر بي، معنى كده ان الاي بي ده راديوس في السيركل اي، ولما ارسم من عندي بي از ا سنتر ويمر بايه، يبقى البي اي ده راديوس في السيركل بي، يبقى معنى كده ان الاي بي راديوس في الاثنين. نكتبها ازاي؟ نقول كده سينس الاي بي از ا راديوس ان سيركل اي، هنسميها ايه بقى، اند اولسو radius in circle B، يبقى زين circle A and circle B are congruent، الاثنين زي بعض بالظبط. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان انا عندي ده كده radius اهو، وده كده المفروض radius في السيركل اللي هي البلو، وفي السيركل اللي هي الريد دي المفروض ده برضه راديوس، وده زيه ايه؟ راديوس. طب ده ذا سيم في الاثنين، يبقى كده الاثنين دول زي بعض، يبقى هنقول هنا زين الاي بي ايكوالز معانا بي سي، اند الاي بي هي ايكوالز معانا الاي سي، يعني انا عندي 3 سايد دول زي بعض، يعني ان تريانجل اي بي سي سينس ان ال A B equals B C equals A C equal or، يبقى زين ال measure of angle A C B هت equals كام؟ 60 degrees. يبقى انا كده خلاص على طول ثبت ان دي كلها كده 60 degrees، ودي برضو هنا 60، ودي برضو هنا ايه 60. المطلوب التاني عايز اللينس بتاع الكورد سي دي، عايزين نجيب السي دي كله. طب انا اجيب الحته دي، انا لو جبت دي كده اعملها تايمز 2 يبقى جبت السي دي كلها. طب نجيب السي ازاي؟ ناخد بالنا ان انا عارف السي بي، السي بي احنا عارفينه بكام؟ ب 3 سنتيمتر، يبقى انا ممكن اربط السايد ده مع السايد ده بعلاقه، العلاقه اللي بتربطهم الساين، نكمل هنا كده وان تريانجل اللي هو سي اي بي عندنا ساين 6 هت ايكوال كام؟ هت ايكوال سي اي ديفايدد سي بي، يعني السي اي هي ايكوال سي بي ساين 60، يعني السي دي كله هي ايكوال 2 تايمز السي بي ساين 60 اللي هي 2 تايمز 3 ساين 60 بروت 3 ديفايدد 2، ده يروح مع ده يبقى هيديني 3 root 3 centimeters. Problem 17 بيقول لي M and N are two intersecting circles at A و B. بيقول لي zero radii lenses are 8 and 6، يعني الكبيرة دي ب 8 والصغيرة ب 6، يعني عندي من أول ال M لحد دي ال X كده لحد ال X ب 8 ومن هنا لهنا ال 6.
يقول لي الاكس واي ب 4، يعني الحته دي كده ايه 4. طبعا دي بقت سهله لما دي تكون 4 وده كله 6 يبقى دي كده 2، ولما تكون دي 4 وده كله 8 يبقى دي كده ايه، يبقى دي كده 4. يقول لي study the figure then answer the question complete y m equal كام؟ y m equal 4. وعرفنا ازاي؟ قلنا ان دي كده 4، وطالما دي 4 وده كله 8 يبقى دي ايه؟ عباره عن الراديوس كله ماينس دي تديني 4. السي اكس بكام؟ السي اكس من اول هنا لحد هنا. طيب دي 2 ودي كلها هنا كام؟ دي 6، يبقى 2 بلس 6 ايكوال 8. وبعدين السي دي، السي دي كله انا عندي دي كده لحد هنا كده 8، ودي كده 4 والناحيه الثانيه عندي 8، يبقى 8 و4 12 بلس ال 12 كلها تديني 24. طيب بيقول لي از ذا بريمتر اوف الترانجل ان ام ايكوال اللينث اوف سي دي، اللينث اوف سي دي طلعنا 24، يبقى احنا عايزين بريمتر اوف اي ان ام. طيب الاي ان بكام؟ ده راديوس في الصغيره يعني ب 6، الام اي راديوس في الكبيره يعني 8. يبقى انا عندي 6 و8 وعندي هنا 10، يبقى عندي 14 بلس 10 equals كام؟ equals 24. يبقى انا عندي الانسر عندي is yes. يبقى انا عندي 2 هنا. الانسر is yes. لما نيجي نعمل explanation هنقول كده since ان ال an is radius in the circle n، يبقى then ال an equals 6 centimeters. وsense ان ال a ام ده radius في السيركل ام، يبقى زين ال ام equals 8 centimeters. يبقى ال perimeter of triangle ANM هي equal 6 plus 8 plus 4 plus 4 plus 2 which is 24 centimeters. طيب بيقول لي بعد كده what is the measure of the angle NAM؟ AM اللي هي دي. طالما عندي 3 سايدز معروفين يبقى نشوف على طول فيثاغورس. وان تريانجل ان اي ام سنس ان الاي ان سكويرد ايكوال 6 سكويرد ايكوال 36، والاي ام سكويرد ايكوال 8 سكويرد ايكوال 64، والام ان سكويرد ايكوال 10 squared equal 100، يبقى then ال mn squared equal ال an squared plus ال am squared، يبقى على طول then measure of angle nam equals 90 degrees. طيب عايز ال area لل triangle nam، طبعا have the base times the height لان ال angle دي right، يبقى ده base وده ايه وده height. يبقى هنقول هنا ال area of triangle NAM equal half times the 6 times the 8 اللي هي 24 سنتيمتر سكوير. اللي بعد كده بيقول لي what is the length of a common chord AB؟ هنوصل ال AB، وزي ما احنا عارفين ان ده الفورميشن بتاع اقليدس، لان ده كده نزل هنا وده بيربنديكولار. يعني هنقول كده since circle N intersected circle M at A و B، يبقى على طول then ال A B perpendicular over M N. طيب احنا عرفنا من اقليدس ان ده times ده equal ده times ده، يعني ال AX times M N و N الترانجل اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو N A M، احنا عندنا ال AX times mn equal ال 2 legs اللي عندي اللي هم ال an times ال am ده اللي هو اقليدس. يبقى ال ax هي equals 6 times ال 8 divided 10 اللي هي 4.8، يبقى زين ال ab كله 2 times 4.8 اللي هي 9.6 centimeters. المسألة اللي بعديها يقول لي في الكارتيزيان كوردينيتس بلين التو سيركلز ام وان ار درون ويز راديوي لينسز 6 و 4 ريسبكتيفلي.
يعني عندي واحدة ب6 والتانية ب4. بيقول لي show the position of each of them with respect to the other in each of the following cases. في الحالتين دول مديني وضع ال m وال n as a points في ال coordinates plane. احنا عارفين ان انا عندي ال constraints بتاعتي r1 minus ال r2 وال r1 plus r2، وطبعا هنا ال 0 بيبقى concentric. r1 minus r2 عندي ب 2، r1 plus r2 is a is 10. هنشتغل على القانون بتاع الديستانس، اجيب ال mn بك. ال mn الاول واحده هنا هتبقى السكوير روت x2 minus x1، نقول مثلا 5 minus minus 4 يبقى 5 plus 4 squared plus هنا نيجاتيف 4 minus 8 يبقى نيجاتيف 12 squared اللي هي السكوير روت 9 squared ب 81 12 squared 144 سكوير روت 225 اللي هي 15 سنتيمتر. يبقى في الحاله دي السنس ان ال ام ان جريتر ذان ار 1 بلس ار 2 يبقى ذا تو سيركلز ار ديستانس بعاد عن بعض خالص جاي في الحته دي. طيب وفي الحاله الثانيه نشوف بقى الحاله الثانيه دي mn هتيكوال عندي 6 minus 2 squared اللي هي 4 squared plus negative 2 minus 1 اللي هي negative 3 squared ب 9 اللي هي السكوير روت عندي هنا 16 plus 9 اللي هي روت 25 اللي هي 5 سنتيمتر. يبقى عندي وقع ما بين ده وده، يعني هنقول كده since ان ال mn greater than r1 minus r2 وليس زين R1 plus R2 يبقى الـ 2 circles are intersecting. Problem 19 بيقول لنا Cartesian coordinates plane the 2 circles M و N are intersecting at A و B، ومديني الـ A ومديني الـ B، عايز الـ equation of الـ MN. طيب هل في علاقة بتربط الـ A B مع الـ MN؟ في، إن الاتنين دول perpendicular. يعني هنقول كده since ان السيركل M intersected السيركل N at A و B يبقى على طول then ال A B perpendicular over ال M N. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان ال slope of ال A B times ال slope of ال M N equals negative 1. خدنا الكلام ده منين؟ خدناه في الترم الاولاني. يبقى احنا نجيب السلوب اوف اي بي ومنه نجيب السلوب اوف ام ان. يبقى السلوب اوف اي بي هنجيبه عن طريق ايه؟ عن طريق التو بوينتس دول y2 minus y1 نخليها 3 minus negative 1 اللي هي 3 plus 1 divided 0 minus negative 4 يعني 0 plus 4 اللي هي 4 divided 4 which is ال 1. يبقى على طول الـ slope of الـ m n هيكوالز كام؟ نيجاتيف 1. يبقى الـ equation بتاعتي of الـ straight line m n دي عبارة عن ايه؟ هتبقى is y equal negative x plus c اللي هي نيجاتيف 1. يبقى أنا محتاج أجيب الـ c، وعشان أجيب الـ c لازم أعوض ببوينت، البوينت دي الـ m n بيمر بيها. طيب ال M N ده المفروض بيمر بالايه؟ بال mid point of A B. وsense ان ال M N passes through the mid point of ال A B line segment اللي هي زيرو ماينس 4 وعندي هنا 3 ماينس 1 اللي هي هتديني نيجاتيف 4 ديفايدد 2 و 2 ديفايدد 2 اللي هي نيجاتيف 2 و 1. طيب وسنس ان البوينت نيجاتيف 2 1 ساتيسفايز ذا ايكويجن y equal نيجاتيف الـ x plus c يبقى then at
نيجاتيف 2 1 هنلاقي ان الواي عندي بكام؟ الواي عندي ب 1 يبقى 1 ايكوالز نيجاتيف نيجاتيف 2 بلس السي يعني السي هت ايكوالز معانا 1 ماينس 2 ويتش از نيجاتيف 1 يبقى then the required equation is y equal negative x minus 1. يلا اللي بعديها. Problem 20 مديني point M و N وبيقول لي دول two centers لتو circles ومديني الرادياي لينسز للاتنين يعني واحدة منهم 4 root 5 والتانية 2 root 5 ده كده يعني مسهل على ديني قوي. وبيقول لي عندي بوينت A نيجاتيف 1 ونيجاتيف 3. بيقول لي اثبت ان التو سيركلز ار تاتشنج ات A شوينج الكايند اوف تانجنسي. لما يكونوا تاتشنج ات A يبقى لازم التو سيركلز بيباصي ثرو الA. يعني لازم الدايرتين هيمروا بالA. وده السنتر ودي الA وعشان يمروا بالA يبقى اكيد الM A هتيكوال الراديوس والN A هتيكوال الراديوس. يعني لو الM A بقت 4 روت 5 يبقى السيركل ام بتمر بالاي ولو الان اي ايكوال 2 روت 5 يبقى اكيد السيركل ان بتمر برضو بالاي. اوكي نثبت الحته دي وبعد كده نكمل. يبقى انا الاول هنجيب ام اي بقانون الديستانس يبقى السكوير روت للاتي عندي هنا 3 ماينس نيجاتيف 1 يبقى 3 بلس 1 سكويرد الكلام ده بلس هنا 5 ماينس 3 يبقى 5 بلس 3 سكويرد اللي هي السكوير روت هنا 16 بلس 8 سكويرد 64 اللي هي روت ال 80 وال 80 عندي جواها 16 ال 80 عباره عن 16 تايمز 5 وال 16 بيرفكت سكوير يعني هتديني 4 روت ال 5 سنتيمترز او لينس يونت. طيب ده معناه ايه؟ سنس ان الام اي equals R1 يبقى then a circle M passes through ال point A. طيب نجيب ال N A هنا negative 3 minus negative 1 يبقى negative 3 plus 1 الكلام ده plus negative 7 plus 3 هنا نيجاتيف 2 سكويرد ب 4 هنا 4 سكويرد ب 16 اللي هي روت 20 اللي هي جواها 4 تايمز ال 5 وال 4 تطلع بره ب 2 يبقى 2 روت 5 لينس يونت. زي ما انتم شايفين ان ال ان اي قد الراديوس بتاع ال ان يعني سنس ان ال ان اي ايكوال ار 2 يبقى زين السيركل ان باصص رو البوينت A. يبقى معنى كده ان التو سيركلز ار تاتشنج ات A يبقى زين ذا تو سيركلز ار تاتشنج ات البوينت A. نيجي نشوف نوع التانجنسي او نوع التماس ما بين الايه التو سيركلز. يبقى لازم اجيب الام ايه الام ان بعد ايكوالز الاتش الام عندي هنا هيبقى 3 ماينس نيجاتيف 3 يبقى 3 بلس 3 وعندي هيبقى بلس يبقى عندي هنا 5 بلس 7 سكويرد اللي هي السكوير روت 6 سكويرد ب 36 12 سكويرد 144 اللي هي السكوير روت عندي هنا 0 180 180 جواها ايه؟ جواها هيبقى 36 تايمز ال 5 ال 36 اديني بره ب 6 يبقى 6 روت الايه؟ روت ال 5. نلاحظ الاتي انا عندي هنا الام ان 6 روت 5 عندي الان اي 2 روت 5 عندي الام اي 4 روت 5 يعني سنس ان الام ان equals NA plus MA يبقى then the two circles are touching externally.
تعالوا مع بعضنا نشوف مسائل اكسلنت بيوجلز. بيقول لي عندي تو سيركلز ام وان والاثنين تاتشنج اكسترنالي ات دي. بيقول لي اف ذا كومون تانجنت تو ذم از درون تو ميت ذا سنترز لاين ات سي اللي هو ده, والميجر اوف انجل سي ايكوال 30, ومديني الريديوس ده ب 6. بيقول لي عايز الريديوس اوف السيركل ام. طبعا وجود انجل 30 على طول يجي في دماغك ان السايد الاوبوزيت ليها ايكوال هاف الهايبوتنيوز. طب انا كده محتاج رايت انجل, بالفعل موجود لان احنا عندنا الاي سي بي تاتشز الاي ريديوس, يبقى دي كده ايه, دي كده رايت. يعني ممكن ابدا المساله ازاي, هقول كده سينس ان الاي سي از تانجنت تو السيركل ام, يبقى زين الام اي بيربنديكولار اوفر الاي سي, ده معناها ان الميجر اوف انجل ام اي سي equal 90 degrees. طيب نبص بقى على الترينجل اللي هو MAC. In triangle MAC, since the measure of angle MAC equal 90 degrees, will measure of angle ACM equal 30 degrees, يبقى على طول ال MC equal twice الAM I equals 2 times the 6 which is 12 centimeters. يبقى انا جبت كل ده ب 12. طبعا انا عندي دي 6, يبقى انا عندي الحته دي كمان ب 6, لان ده كلها ب 12. 12 minus 6 يديني كام؟ يديني 6. طيب نيجي نبص على السيركل الصغيره, انا عندي الاي سي برضه تانجنت, يعني سينس ان الاي سي is tangent to a circle n, ده معناه ان الان بي is perpendicular to the AC, يعني the measure of angle NBC equal 90 degrees. نعمل نفس الكلام في ترينجل الصغير NBC, وان ترينجل NBC since the measure of angle NBC equal 90 degrees will measure of angle BCN equal 30 degrees, يبقى ال NC twice ال NB, يبقى زين NC equal twice ال NA ال NB. ناخد بالنا بقى ال NB ده ب R هنسميه R2, وال ND R2, وناخد بالنا ان ال NE ده هنا R2, وده twice ده, يبقى الحتة دي كمان R2. تمام؟ يبقى انا عندي كل دول قد بعض, وانا عارف ان هما 6, يبقى الواحده منهم بكام؟ الواحده منهم ب 2. نكتب الكلام ده ازاي؟ هنقول كده سينس ان ال ان بي راديوس, سينس ان ال ان بي ايكوالز ار 2, يبقى زين ال ان سي ايكوال توايس الار 2, وانا عندي الحته اللي هي دي ان ايكوال ار 2 والدي ان ايكوال ار 2, يبقى زين الحته كلها اللي احنا شفنا اسمها دي دي سي ايكوال 3 ار 2, يبقى الدي سي ايكوال 3 ار 2, والدي سي قلنا ب 6 سنتيمتر, يبقى زين الار 2 ايكوال 6 ديفايد 3 which is 2 سنتيمتر. بروبلم 2 مديني 3 سيركلز وكلهم تاتشنج اكسترنالي, ومديني ال ال ام, ال ال ام ده كله ب 5, وال ام ان كله ب 8, والال ان كله بكام؟ ب 7. عايز الراديوس لينس اوف ايتش ون اوف ذم. طيب هنعتبر مثلا ان الصغيره دي ار 1, ونعتبر ان دي كده ار 2, ونعتبر ان دي كده ار ايه؟ ار 3. اوكي؟ يبقى سبوز ذات ار 1 از ذا راديوس اوف السيركل L, R2 ده الراديوس بتاع السيركل M, وال R3 is the radius of the circle M. ايه العلاقات اللي عندي؟ العلاقات اللي عندي هبنيها على معلومة ان هما touching externally. يعني هنقول الآتي since ان they are all touching externally, يبقى زين ال R1 plus ال R2 equals 5, وال R2
بلس ار 3 ايكوالز 8، والار 1 بلس ار 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 7. هنخلي دي ايكويشن 1 ودي 2 ودي ايه ودي 3. نحل المجموعه دي ازاي؟ ممكن من ايكويشن 1 اجيب ار 1 بدلاله ار 2 ونعوض في واحده من دول، يبقى هنخلي الاثنين التانيين تو ايكويشنز ان ايه؟ ان تو فاريبلز. يعني مثلا فروم ايكويشن 1 الار 1 عندي هت ايكوالز كام؟ 5 ماينس الايه؟ الار 2. نيجي نشيل بقى ار 1 من ايكويشن كام؟ من ايكويشن 3. هنلاقي ان ايكويشن 2 و3 في 2 فاريبلز بس. يبقى هنا سبستيتيوت ويز R1 equals 5 minus R2 in equation 3. نشيل دي ونحط 5 minus R2، يبقى 5 minus R2 plus R3 equals 7. نودي الناحية التانية، يعني negative R2 plus R3 هنا 7 minus 5 which is 2، ودي كده equation A 4. نيجي نبص بقى على equation 2 و equation 4، هما الاتنين دول ممكن نحطهم تحت بعضيهم ونعمل لهم addition. يبقى adding equation 2 and 4، يبقى انا عندي هنا r 2 plus r 3 equals 8، وعندي هنا negative r 2 plus r 3 equals 2. طبعا ده راح مع ده، يعني twice ال r 3 equals 10، ده معناه ان ال r 3 equals كام؟ equals 5. طالما جبنا واحده يبقى فكت معايا المساله كلها. انا عندي r2 plus r3 equal 8، يعني ال r2 equals 8 minus ال 5 which is 3 سنتيمترز. طبعا دي كده بالسنتي ايه؟ سنتيمترز. نيجي نبص هنا نلاقي ال r2 دي عندي هنا بكام؟ ب 3. احنا جايبينها ب 3، ودي كلها ال m ب 5، معنى كده ان ال r1 equals كام؟ equals 2 سنتيمترز. مساله جميله، هي قلبت شويه على الجبرا بس برضو ايه؟ مساله حلوه. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 3. ليسون برضو جميل جدا وسهل، اهم حته فيه السمري اللي هو بيوضح لك وضع السيركل بالنسبه للسيركل الثانيه. زي ما قلت لكم لازم تتخيل منظر السيركل وهي خارجه من السيركل الكبيره وبتمر على الاوضاع المختلفه اللي احنا درسناها. وما ننساش الكونسترينز اللي عندنا اللي هي ار 1 ماينس ار 2 وار 1 بلس ار 2. طيب بالنسبه لحل المسائل خدنا معلومه جديده، ان اللاين اوف سنترز بيبقى بيربنديكولار اوفر الكومن ايه؟ الكومن كورد اند بايسكتس، وبيبقى لاين اوف سيمتري للايه؟ للكومن كورد. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.